السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في كورس أوتوكاد بلاند سيميوليشن، البلاند سيميوليشن يوزنج برنامج أوتوكاد بلاند 3D. إن شاء الله المحاضرة الثانية، المحاضرة الأولانية كانت مقدمة بس عن البرنامج، عرفنا إمكانيات البرنامج إيه وممكن نستخدم البرنامج فيه. النهاردة إن شاء الله هنبدأ واحدة بواحدة نتعرف على واجهة البرنامج، وإن شاء الله في آخر المحاضرة هتكون قادر إن أنت تتعامل مع كل شغل الاستراكشر ستيل في البرنامج، وتقدر ترسم أي شغل استراكشر ستيل وتعمل 3D موديلنج بكل بساطة وبسهولة إن شاء الله. النهارده هنبدأ نتعامل مع برنامج أوتوكاد بلاند 3D، هنبدأ نعرف الواجهة بتاعتنا، أتمنى إن كل الشباب يكونوا سطبوا البرنامج. إحنا نزلنا تعليم البرنامج فيرجن 2022 وهو موجود على الواتساب جروب طريقة تسطيبه. اللي عنده مشاكل في الرامات أو إنه السيت أب نفسه ما برضاش يبدأ لأنه هو بيعمل على تشيك سيستم ريكويرمنت اللي هو عايزه، فاحيانا بيرفض ان هو يتثبت. حضرتك على نفس الصفحه اللي احنا كنا شرحناها في اصدار 2019 ممكن حضرتك تنزله، الكراك بتاعه بسيط جدا. النهارده هنبدا نتعرف على برنامج اوتوكاد. حابب بس اكد على حضراتكم انه برنامج اوتوكاد بلاند 3D هو مبني في بيئه برنامج اوتوكاد العادي خالص، وبالتالي كل اوامر اوتوكاد العاديه موجوده معاه، وتقريبا 90% من الواجهه، وهعرفك ازاي تقلبها 100% من الواجهه لاوتوكاد موجوده في نفس البرنامج. اول حاجه، اول ما تفتح البرنامج في اول مره، ده الوضع الافتراضي بتاع البرنامج. عندك فوق الايقونات او الريبنز بتاعتك، الريبن بتاعت هوم، ايزو، ستراكشر، كلها مش اكتف، مفيش اي حاجه هي اكتف في البرنامج. وعندك حاجه هنا اسمها بروجكت مانجر، وعندك الكرنت بروجكت مكتوب هنا الديفولت بروجكت. عشان حضرتك تقدر تعمل اي حاجه لازم اول حاجه تفتح مشروع هتشتغل فيه او تفتح لوحه تشتغل فيها. الديفولت بروجكت ده الديفولت حاجه هو عاملها اوتوماتيك منه من فيه. فعلى سبيل المثال وهوريك بعد كده نعملها ازاي، هنيجي بس على بلاند 3D واقول له نيو دروينج وهسميها مثلا 001 واقول له اوكي. هنتعلم الكلام ده بالتفصيل، لكن بس انا عايز اوريك بس الواجهه الرسوميه بتاعت البرنامج. هيبدا البرنامج يحمل معاك وكل الزراير وكل الحاجه اللي قدامك دي بقت اكتف. عندك هنا الباليتس بدات تظهر اهي، اللي هي الدايناميك انبوت بتاعه البايبس بيكس. عندك واجهه رسوميه بتاعه البرنامج جاي من اول البروجكت مانجر، الباي اسمها البارتس انسيرشن، الاورس اوف يوز، الكومباس، الروتنج، كل حاجه ظهرت قدام حضرتك وبقيتك. طيب احنا اول حاجه عايزين نتعلم انه اوتوكاد بلاند 3D مختلف شويه عن البرامج اللي احنا اتعاملنا معاها قبل كده. البرنامج بيعمل لنفسه قاعده بيانات كامله لما حضرتك تعمل كريت نيو بروجكت. يعني انا لو عايز افتح مشروع ما بجيش مثلا على اي ملف، بلاقي مثلا ملف اوتوكاد زي ده وبضغط عليه دبل كليك وبفتحه بالبرنامج بتاعي فيقوم فاتح معايا. لا، اوتوكاد ما بيشتغلش كده خالص. انا لو عندي على سبيل المثال مشروع وعايز افتحه، بتيجي حضرتك من بروجكت مانجر هنا، بتيجي على بروجكت مانجر، بتلاقي خاصيه هنا اسمها اوبن، بتعمل اوبن، هتروح على المكان اللي فيه الدوكيمنت اللي انت عايز تفتحه، وليكن في دوكيمنتس هنا في ليسون واحد مثلا على سبيل المثال، بتلاقي هو عامل كم الملفات دي كلها اللي فيها الداتا، وفيها ملف اسمه بروجكت اكس ام ال حضرتك هو فاتح مشروع تاني دلوقتي، فهو بياكد عليك عايز تقفل المشروع الموجود اللي هو الديفولت بروجكت وتفتح الليسون بتاعك، بتقول له اوكي. فاحنا عشان نفتح اي مشروع مش بنروح نضغط عليه دبل كليك، لا، لازم افتحه بالطريقه دي. بفتح كلمه كرنت بروجكت هنا، بختار منها خاصيه اوبن واروح افتح المشروع. هو هنا بيوزع المشروع ازاي؟ اول حاجه ده اسم المشروع بتاعي، على سبيل المثال انا سميته ريسون 1. وعندك حاجه اسمها البي اند اي دي دروينج اللي هو لوح كل البي اند اي دي اللي حضرتك هتعملها كلها. عند حضرتك حاجه اسمها البلاند 3 دي دروينج اللي هو السيميوليشن اللي احنا بنعمله، اللي هو اللي بيتعمل في بيئه 3 دي. وفي حاجه اسمها البايب سبيكس. تعالى كده نخش، عايز اوري لحضرتك حاجه. لو جينا على المشروع اللي احنا عملناه ده اللي هو في دوكيومنتس، جيت على اسم المشروع اللي هو ليسون واحد، هتلاقيه عامل فولدر اسمه ليسون واحد، كم البارامترز دي وكم الداتا دي كلها موجوده فيه. انا لو جيت فتحت اي ملف وليكن مثلا بروجكت سيمبل ستايل ده دي دبليو جي، هيفتحه لانه ملف دي دبليو جي مش اكتف مش اي حاجه. اصلا الملف اللي بيفتح المشروع اللي هو اللي اسمه بروجكت ده وهو امتداد اكس ام ال، ما اقدرش افتح منه اي حاجه. برده لو جيت هنا هتلاقي في حاجه نفس التوزيع اللي هناك، في عندك حاجه اسمها الاكيوبمنت تمبليت ودي هنشوفها ان شاء الله بعد كده، والامبورتنت اكسبورت سيتنجز، كل السيتنجز بتاعت المشروع بتتنقل هنا. وفي فولدر هنا بيتحط فيه كل الايزومتريكس وهنفهم التوزيعات بتاعتها، في فولدر هنا بيحط فيه الاورثو دروينجز كلها برضه هنفهم التوزيعات بتاعتها،
وفي فولدر هنا بيحط فيه البي اند اي دي درونج اللي هي نفسها كنا بنتكلم عليها، ده البي اند اي دي درونج، وبما انها هنا فاضيه فلازم تلاقيها برضو هنا فاضيه. وفي هنا البلانت 3 دي موديلز، ده اللوح او الموديل اللي احنا عملناها. لو جيت هنا برضو هتلاقي فتحت بلانت هتلاقي فيه الليزون 1 اهو، هو ده الملف اللي احنا عملناه مثلا على سبيل المثال هتلاقيه موجود هنا. طيب عايز اوري لحضرتك حاجه بسيطه خالص، انا فاتح الملف اهو لو سمحت خلينا نقفله، وانا بس كل اللي هعمله هعمل هنا نيو فولدر واعمل دراج اند دروب الملف ده هنا، انا بس حطيته هنا. شوف حضرتك البرنامج يعمل ايه، هو ما عادش يلاقي الملف اللي حضرتك نقلته من مكان. انا عايز اقول لحضرتك ليه انا بقول لك النقطه دي، انه الملف بيعمل فولدر كامل لملفات المشروع، لو دخلت عملت فيها ايديت او رينيم او اي حاجه البرنامج او المشروع بتاعك هيتاثر سلبي، بل بالعكس معظم الملفات مش هتقدر تفتحها تاني. فلما تيجي تتعامل دايما اتعامل من بيئه المشروع، يعني انا برضو لو عايز احط ليسون 1 في نيو فولدر هاجي ناو واعمل كريت نيو فولدر اهي، واسميه على سبيل المثال اي حاجه، سمينا مثلا اريا 001 واقول له اوكي، وهاجي اسحب ليسون 1 هنا واحطها في 001، بس هي اصلا مش موجوده، خلينا نرجعها لاصلها الاول. ادي نيو فولدر كات، نرجع هنا تاني بيست وتعالى نشوف، هذا في البرنامج هذا ليسون 1 اهو، انا حطيتها هنا اكني بتعامل بره، فهو ايه التوزيعه بتاعتها بقى في فولدر اسمه 001 في ليسون 1. لو جيت حضرتك هنا في البرنامج هتلاقي 001 ليسون 1 بقت جوه. اللي انا عايز اكد على حضرتك فيه انه البرنامج له قاعده بيانات كامله، وباسم المشروع اللي انت فتحته بيعمل الفولدر ده كله اللي فيه كل التمبليتس اللي هو بيشتغل عليها، وفيه كل الايزومتريكس اللي انت حضرتك بتخرجها، فيه كل اللوح سواء 3 دي او البي اند اي دي كلها بتيجي هنا. وبالتالي لما اجي افتح مشروع جديد اوبن نيو بروجكت لازم اجي من هنا واقول له لو سمحت روح اعمل لي اوبن، واختار مكان المشروع واختار الملف اللي اسمه بروجكت دوت اكس ام ال وافتح. هتلاقي المشروع فتح معاك عادي خالص وما عندكش اي مشكله. لما المشروع بيفتح بس هو بيحمل هنا، هو ما فتحلكش اي ملفات، هو بيحمل هنا. عايز حضرتك بقى تفتح اي ملف بتروح على خانه البي اند اي ديز او خانه البلاند 3 دي وتفتح الملف اللي حضرتك عايزه، هو يبدا يحمل هنا. نفس القصه، عايز اضيف اي حاجه او اي لوحه للمشروع ليها طريقه معينه بتضاف بيها ان شاء الله هنتناولها كمان شويه، ما بروحش اروح على ملفات المشروع واضيفها فيها. طيب تعالى نتعلم ازاي نبدا مشروع جديد، انا عايز اعمل كريد نيو بروجكت. برضه نفس القصه، هاجي على البروجكت مانجر هنا واقول له نيو بروجكت اهي، شايف اول خانه بيطلب من حضرتك ان انت تدخله اسم المشروع. فانا مثلا سي انا هسميه هنقول ايه جلوب لاند على سبيل المثال، او حليم بلاند، سميه زي ما تحب حليم بلاند. وهنا انت ممكن تضيف اي ديسكريبشن انت عايزه، وهنا لو عايز تغير المسار اللي هيحط في الدوكيمنت بتاعك. وفي هنا خاصيه اسمها كوبي سيتنجز فروم اكزيستنج بروجكت، انا لو عامل مشروع ومثلا عدلت في المواصفات الفنيه بتاعته او في التمبليتس او في الحاجات دي كلها، وعايز انسخ كل المواصفات الفنيه او التعديلات اللي انا عملتها في المشروع ده، انا بس بعلم على الخيار ده واروح اختار ملف البروجكت دوت اكس ام ال وهو ينسخ لي الاعدادات بتاعته. احنا لسه بنعمل مشروع جديد اول مره فهنكمل عادي. اقول له نيكست، انت هتشتغل بالنظام المتري ولا بالنظام الانجليزي؟ احنا بنشتغل بالنظام المتري، وبيقول لك هنا انه البايبات انت حابب لما نيجي نتكلم على البايبات تتكلم بالمليمتر، يعني اقول لك بايب مثلا 300 مللي ولا بنتكلم عليها بالبوصه؟ احنا في السوق عامه بنتكلم عليها بالبوصه، فهو بيسميها كده ميكسد متري. قول له نيكست. البي اند اي دي عايز تعملها بطريقه ايه؟ بطريقه بي اي بي ولا ايزو ولا دين، ولا احنا بنشتغل دايما على البي اي بي، وهوريك برضو التنقل ما بينهم. ودي الملفات اللي هو يوديها الدايركتوري، نفس الكلام اللي احنا قلناه، ملفات كلها بتاعه 3 دي موديلنج هيحطها في حليب بلاند اهوت في بلاند 3 دي موديلز، والسبيك شيت هيحطها في الملف ده، والاورسو شيتس هيحطها في الملف ده. يعني بيحدد لك اماكن الايتمز كلها او الدرونج كلها تروح على فين. لو عايز حضرتك تعدل مسار اي واحد فيهم مفيش اي مشكله، بس انا بحددها هنا في البدايه. احنا دايما بنسيب الاعدادات الافتراضيه وهقول له نيكست. المشروع ده هقول انه سنجل يوزر واقول له نيكست. وانا لو عايز اضيف اي اعدادات ثانيه للمشروع بعد كده بعد ما اعملها دي برضه ان شاء الله هنتعلمها كمان شويه، فانا هقول له فينش على كده. يبقى انا كده عملت مشروع جديد، هيبدا يظهر لي في البروجكت مانجر مشروع جديد باسم حليم بلاند، هيبدا يحمل. البرنامج دلوقتي بينسخ كل قاعده البيانات والسبيكس والكلام ده كله وبيعملها في فولدر حليم بلاند. هو هنا بياكد عليا انه في مشروع اللي احنا فاتحينه من شويه اللي هو ليسون 1 هو مفتوح، عايز تقفله فبقول له
لانه البرنامج ما بيقبلش غير ان انت تفتح ملف واحد او مشروع واحد في نفس التوقيت. سيبك من ده، مش هقدم من اي اعدادات. يبقى احنا عملنا مشروع جديد اسمه حليم بلاند، ودي الواجهه الرسوميه بتاعت المشروع بتاعي، هذا البروجكت مانجر بتاعك اهو، وهذا حليم بلاند. اللي عايز اقوله لحضرتك بقى ان احنا بنعمل ايه؟ لغايه سنه 2015 على ما اذكر كان البرنامج ده برنامجين، برنامج بيعمل بي اند اي دي دروينج، وبرنامج بيعمل بلاند 3 دي موديل. بعد 2015 ضم الحاجات دي كلها في برنامج واحد، فبقى البرنامج زي ما حضراتكم شايفينه كده شامل كل حاجه. طيب انا دلوقتي عملت مشروع جديد، عايز اعمل لوحه جديده، لازم احدد المكان اللي انا اعمل فيه لوحه. لو انا جيت على البي اند اي دي وقلت له رايت كليك نيو دروينج، انا عايز اعمل لوحه جديده زي مثلا هسميها اريا 101. ده الفايل نيم بتاعنا، دايما بيبقى المشروع مثلا متقسم اماكن وكل مكان بنديله رقم عشان تسهيل الاريا. فانا هفترض جدلا ان انا هسمي الفايل نيم ده 101 مثلا، اقول له اوكي. هو هنا فتح لي ملف في بيئه البي اند اي دي، ان شاء الله ده هنشرحها لوحدها، هيبقى لها كورس ان شاء الله لوحدها. ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل. فده هنا بي اند اي دي، انا لو رحت اعمل اي حاجه من حاجات البلاند سيميوليشن بتاعتنا مش هيقبلها، لانه هو عارف كويس جدا ان دي بيئه البي اند اي دي. فبقول لك لو سمحت حضرتك كده بترسم غلط. طيب انا عايز ارنيل في بيئه البي اند اي دي، انا قلت لحضرتك ان البرنامج ده هو حوالي اربع او خمس برامج في بعض. ده برنامج اوتوكاد العادي، برنامج اوتوكاد بلاند، اوتوكاد 3 دي، وبرنامج اوتوكاد بلاند 3 دي، وبرنامج اوتوكاد بي اند اي دي. بتنقل ما بينهم ازاي؟ شايف حضرتك علامه الترس دي؟ تيجي جنبها الزرار اللي جنبها هتلاقي اول حاجه 3 دي بايبنج. ده اللي احنا فاتحينه دلوقتي، اللي هو مدي لك كل الحاجات بتاعت البايبنج اللي حضرتك شايفها دي. طيب انا لو قلت له بي اند اي دي بي اي بي، هيحول لي البرنامج خالص وكاني شلت البرنامج الثاني وكل حاجه اتغيرت فيه لبيئه البي اند اي دي. هو بيحمل البلد بتاعته اهي كده، اتحملت بقى ايه دلوقتي. انا قادر ان انا اخد اي حاجه من هنا، على سبيل المثال الاكيوبمنت ده مثلا ايه، هوريزونتال سنتريفيوجال بام، واحطها وهو قادر ان هو يشتغل بيها. دي ايه؟ ده بيئه البي اند اي دي بتاعتي. طيب انا لو جيت برضه على الترس وقلت له بي اند اي دي ايزو، هي بس السيمبلز بتاعته اللي بتختلف، انه بعض الدول كل واحد اصطلح اصطلاحات لنفسه، فهو مثلا ايه ده سنتريفيوجال بام، الثانيه كان شكلها مختلف عن دي، هي اصطلاحات بس لاشكال التكوين. طيب الحاجات الثانيه دي برضه بتاعت بي اند اي دي، وده درافتنج اند انوتيشن اللي هو برنامج اوتوكاد العادي خالص اللي احنا بنسميه برنامج اوتوكاد 2 دي الشغل العادي، وتيجي حضرتك عليه اوتوكاد 3 دي بيزك و 3 دي موديلنج. 3 دي بيزك اللي هو فيه البوكس والاكسترود، برنامج كامل عادي خالص يشتغل اي حاجه فيه عادي خالص، لكن انت برضه بره بيئه اوتوكاد بلاند 3 دي، انت كده في اوتوكاد العادي. لو جينا على اخر حاجه فيهم هي 3 دي موديلنج، شايف حضرتك ده اخر اصدار من اوتوكاد بلاند، اوتوكاد 3 دي العادي. يعني حضرتك لو جبت اوتوكاد 3 دي 2022 هتلاقيه هو ده بالظبط، هو ده. الاضافه اللي عليه بس اللي عندنا ان احنا عندنا اوتوكاد 3 دي فايبنج، اوتوكاد بي اند اي دي، هو ده الاضافات اللي عندنا. خلينا نرجع تاني للبيئه اللي احنا فيها. فاحنا كده وضحت لحضرتك ان انت في بيئه البي اند اي دي لو عملت لوحه جديده ما تقدرش ترسم فيها اي حاجه، ما تقدرش ترسم فيها اي حاجه بره البي اند اي دي. نفس القصه هنا في البلاند 3 دي، لو جيت هنا عملت نيو دروينج هو برضه هيطلب منك رقم اللوحه، فانا سي مثلا هسميها اريا 100، قول له اوكي. هنا هيعمل لك لوحه في بيئه 3 دي، شايف حضرتك عمل هنا ازاي؟ انا هنا في بيئه 3 دي، شايف اللوحه اللي كان عاملها لي ازاي؟ هنا 101 عاملها له 2 دي، لانه مفيش بي اند اي دي بتترسم 3 دي، لكن هنا عاملها لي ايه؟ عاملها لي في 3 دي. هي دي اللي احنا هنشتغل ان شاء الله. ان شاء الله هنفرد قصه البي اند اي دي هنفرد لها حلقات كتير، لانه لازم قبل ما نبدا فيها حضرتك تبقى اوير يعني ايه بي اند اي دي. قبل ما تتعلم ازاي ترسمها لازم تبقى عارف. فالبي اند اي دي لها تفاصيل كتير جدا، والبي اند اي دي هي اختصار للبروسيس اند انسترومنتيشن دايجرامز، وده يعني المذر اوف اول دروينج، دي ام كل اللوح اللي احنا بنشتغل منها. ده بيبقى سكيماتيك دروينج في الفيزيلات بتاعتك وفي الاكيوبمنتس كلها، وعندك وصلات ما بينهم، وممكن لو حابب انا اوريك اكزامبل ليها. في عندك سامبل بروجيكت هنا هنرجع له تاني، مش مشكله. سيف في عندنا هنا اكزامبل دروينج اللي هو سامبل دروينج هنا، لو جيت على بلاند بي اند اي دي على الاريا دي هتلاقي عندك لوحه دي اللي احنا بنسميها بي اند اي دي. ده السيمبل بتاع تانك، ده السيمبل،
ده السيمبل بتاع التانك، وده الانسترومنتيشن اللي عليه، وده الخط اللي طالع منه بالبايب كلاس بتاعه بالسايز، وده مثلا مبادرات حراريه. عشان كده احنا بنسميها ام كل لوحه. انا عشان ارسم اي 3 دي موديل لازم اول حاجه ارجع للبي اند اي دي واشوف ايه المسارات اللي انا همشي عليها وايه اللي كونكتد عليه. يعني انا طالع من التانك هنا الخط مساره كام، الخط كام بلف، بعمل كام باي باس لوب، بروح بيه على الترومبه ازاي، انهي ترومبه فيهم اللي انا هروح عليها، وهكذا. دي اللي احنا بنسميها البي اند اي دي. هنرجع للمشروع بتاعنا تاني. في الانتقال السريع بقى، ان انت اخر مشاريع انت كنت فاتحها كلها بتيجي هنا. فحضرتك ممكن ترجع تاني للحل اللي انت بتسالها، هيقول لك انت فاتح المشروع ده هيستقفله، هقول له اه. ونرجع للمشروع بتاعنا، انا مش عايز احفظ اي تغييرات هنا. يبقى دي اول نقطه تناولناها، ان انا ازاي اعرف افتح واقفل مشروع واعمل مشروع جديد. انا دلوقتي في فيجز 3 دي، في بلاند 3 دي دروينج، في فيجز 3 دي، ده الوضع اللي قدام. تعال بقى نتعرف على الواجهه الرسوميه اللي قدامنا دي ونشوفها. اول حاجه عندنا في حاجه اسمها البروجكت مانجر والداتا مانجر، ودول ان شاء الله هنفرد لهم حلقه كامله ونتكلم على كل التفاصيل اللي فيهم. في عندنا هنا الخصائص بتاعه البايب انسرشن، اللي هي اللي ازاي تعمل بايب، لو عايز تحط البايب روت نمبر، هنا السايز بتاعه، الكلام ده برضه هنفرد له حلقه. ازاي تعمل كريت اور سيجنال، البوصله بتاعتك والتوجيه بتاع الخطوط، ازاي تعمل بايب سبورت، ازاي تعمل اكيوبمنت، وبعدين دي خصائص الاوتوكاد العادي خالص، اللي هي الفيزابيلتي والفيو واللايرز اللي احنا بنعملها. تيجي برضه على الخانه بتاعت الايزو، دي خاصه باستخراج الايزومتريكس، ودي ان شاء الله هنتناولها، والاستراكشر، ودي بيغطي فيها كل الاستراكشر، وبرضه بنرجع لنفس الخصائص بتاعت الاوتوكاد العادي. والاناليسيز ده شويه حاجات عاديه كده، والمودلنج ده بيئه اوتوكاد العاديه خالص. لو عايز ترسم اي حاجه في بيئه اوتوكاد 3 دي، انت بس بتفتح المودلنج وتبدا ترسم عادي، او ممكن زي ما اتعلمنا نروح على الترس ونروح على بيئه 3 دي مودلنج او 3 دي بيزك زي ما تحب حضرتك، وتفتحه وتبدا ترسم عادي خالص، وترجع تحول تاني بلانت 3 دي وتبدا تشتغل عادي. طيب الحاجات الباقيه كلها هي حاجات اوتوكاد العادي. هي اصلا مش ظاهره عندي لانه الزوم ظاهر فوق. طيب هنرجع تاني لهم. اول حاجه عايزين نتعلمها ازاي اعدل الفيو بتاعي. الاول خلونا نبدا نرسم عشان نبدا نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه عندنا شايف حضرتك السهم الصغير ده، لما بتضغط عليه هو اللي بيتحكم في الكيوب فيو ده. يعني انا لو ضغطت على الكيوب فيو ده لغيته، ده اختفى من جنبي اهو. ضغطت على النافيجيشن بار، النافيجيشن بار راح. عايز حضرتك تجيبهم في وقت، تضغط السهم الصغير ده تجيب الكيوب فيو، وتضغط على السهم الصغير تجيب النافيجيشن بار لو انت بتحتاجهم في الشغل بتاعك. طيب انا عايز اتحرك بسرعه في اوتوكاد، تعالوا نتعلم الاول حركات الماوس. حركات الماوس اول حاجه هو اوتوكاد عادي خالص. كليك شمال انا بختار بيها، وكليك يمين انا بعمل رايت كليك بيجيب لي الخصائص. لكن انا اللي يهمني هنا الاوربت، البكره. البكره اتحركها لقدام هي زوم ان، اتحركها لورا هي زوم اوت. يبقى انا بطلع قدام ورا بالبكره على طول. طيب شيفت مع البكره، اضغط كليك مع البكره، انا بعمل كده اوربت. انا بلف البلانت عادي خالص، اهو الاكس والواي والمحاور بتلف معايا، بمجرد ان انا ضغط شيفت وضغط كليك على البكره وبتحرك. زرارين مضغوطين مع بعض، زرار البكره وزرار شيفت. البكره لوحدها لو ضغطت عليها شوف حضرتك بتجيب لك ايه؟ اللي هو البان، اللي انا اقدر امسك البلانت واحركه. شيفت مع البكره يجيب لي اوربت، اقدر الف في المكان. يبقى انا لو عايز اتحرك ايه؟ بان اهي، بضغط كليك على البكره واتحرك. عايز ازوم بعمل زوم ان وزوم اوت بالبكره. هضغط شيفت مع الزرار بتاع البكره يعمل لي اوربت، ده انا لفيت لفه كامله. دي اهم حاجه. نفس الخصائص دي انت تقدر تعملها هنا؟ تقدر تعملها هنا. تيجي مثلا على الرايت فيو، توب فيو، تمسك الكورنر ده معايا، تقدر تتحكم فيها برضو من هنا. طيب في عندنا برضو حاجات بري ميد، فيوز بري ميد. ممكن اجي هنا واضغط توب فيو، هو هيجيب لي توب فيو اوتوماتيك. لو والله اضغط هنا واجيب لي البوتوم فيو، هيجيب لي برضو نفس البلانت بس من البوتوم. ولو بصيت حضرتك على البوصله او الكيوب فيو بتاعك هتلاقيه بيتغير معاك اوتوماتيك. لا والله انا عايزه ايزومتريك. طبعا الليفت والرايت والفرونت والباك. في الايزومتريك دي ايزومتريك اللي هي ايه؟ ساوس ويست ايزومتريك. في ايه تاني؟ في مثلا نورث ويست ايزومتريك، وهكذا. تقدر تلف اللي هي حاجات بري ميد معموله. فاحنا خلينا نرجع تاني للتوب فيو مثلا، او نرجع للايزومتريك. احنا هنشتغل دايما بالبكره مع الشيفت، تضغط كليك على البكره مع الشيفت بيديك الحريه ان انت تتحرك بسرعه وبسهوله. طيب في عندك نوعين من العرض بتاعك، اللي هو البرر والريسبكتيف. ان شاء الله هوريلك كمان شويه، بس لما نرسم شويه ستراكشر ستيل
عشان حضرتك تعرف الفرق ما بين البرر والبرسبكتيف. وبرضو الخانه بتاعت الرياليستيك ده احنا هنتكلم على كل المواصفات دي لما نبدا نرسم اي حاجه، او خلونا نجيبها دلوقتي. طيب انا عامل باي بروت كده سريع، هذا باي اهي، ماشي. انا عملت بروت اهو، انا بقول لحضرتك شفت مع السكرول ادي انا جبتها اهي. هتيجي هنا على كاستم فيو، ايه الحاجات اللي احنا سيبناها هنا؟ هذا البارلل. البارلل هنا يعني ايه؟ يعني انا لما ابص لها من فوق بيبقى اسقاط عمودي. البرسبكتيف اللي هو بيبقى اسقاط مركزي، يعني اكنك داخل بزوم بس الكاميرا ثابته وانت ايه مفرع. فانا لو مثلا لرسم ستري ستراكشر دور اول ودور ثاني، الدورين بيبقوا باينين. يعني المفروض في الطبيعي ان انا لما بعمل بارلل ما بشوفش دور تحتاني، لا في البرسبكتيف تقدر تشوفه. فاحنا دايما بنشتغل على البارلل لان البرسبكتيف بيعمل لنا شويه ايه، ما بتبقاش واخد بالك. ده هنا الفيو بتاعك تقدر تعمله 2 دي واير فريم، يعني ايه؟ يعني اي 3 دي موديل بصوره خطوط ودوائر. طيب ايه تاني؟ تقدر تعمله كونسيبت اللي هو ايه، يعني ايه حاجه دمها خفيف كده وشكلها بالمنظر ده اللي هو ايه مبدئي. في هيدن ده اللي هو بيخفي لك الخطوط المخفيه وهو معمول في خطوط عاديه خالص. في الرياليستيك يعني حقيقي بالمنظر ده كلاته. في الشادد ده يعني بيلمع شويه كده وشكله شيك جدا. في الشادد وزيجز لانه هنا مش ظاهر الايدجز، فانت شادد وزيجز يبدا يبين لك الخطوط لكنه منظر حقيقي تمام اهو. في شادد اوف جراي لونه رمادي. في سكتشي لكن حد مشخط عليه وعامله في هاند سكتش. في واير فريم نفس المنظر ده بس بيجيب لك الحاجات اللي جوه البايب من جوه، كل الخطوط بتاعتك ظاهره، وهنعرف يعني ايه الحاجات اللي جوه البايب كمان شويه. في اكستريم المنظر ده يعني بيبقى عامل زي الشفاف كده شويه. يبقى ده كل الحاجات اللي ممكن تتعرض لها في البرنامج، واحنا دايما بنسيبها رياليستيك او شادد. يبقى احنا كده تناولنا الاشكال اللي احنا نقدر نغير ليها البلاند بتاعنا، وعارفين يعني ايه كيوب، وعارفين الفيو بار ده نفس الزرار اللي احنا بنتكلم عليه. لو عايز اعمل بان بختار بان، لو عايز ازوم على منطقه معينه، لو عايز اعمل روتيت او اوربت على مكان معين، حضرتك ابقى جربهم، قصه سهله يعني. طيب احنا اول حاجه دايما بنعملها في برنامج الاوتوكاد ان انت تظبط اللايرز اللي انت تشتغل عليها. فتعالوا نبدا باللايرز. هذا اللاير، هنبدا نعمل شويه لايرز كده اللي احنا هنشتغل عليها. هنيجي هنا نعمل نيو لاير واعمل اللاير الاولانيه مثلا هتكون للجريد، الجريد اللي انا هشتغل عليها وهتوضح لك الرؤيه كمان شويه. الجريد جي ار اي دي، وهعمل لاير كمان للاستراكشر ستيل ستراكشر، وهعمل لاير كمان حاليا ل بنسميها ميسلينيس او نسميها ريلينج. هوريها برضو لحضرتك كمان شويه. وخلينا نغير الالوان عشان تبقى حضرتك متخيل الموضوع مش ازاي، فخلينا جريد ابيض مش مشكله. الاستراكشر خلينا ناخد لون يعني وليكن درجه من الازرق ده، والريلينج هناخده لون وليكن اصفر شويه او مخضر شويه كده، اللون خفيف خالص. اوكي اوكي انا كده عملت اللايرز. تعالوا اول حاجه نبدا نتعرف على الاستراكشر ستيل. فانا هفعل خانه الجريد وهنبدا نعمل اول حاجه في الاستراكشر ستيل اللي هو خانه الاستراكشر. هنتعلم اول حاجه ازاي نعمل جريد. الجريد دي هي اهم حاجه في الاستراكشر ستيل. الشباب اللي شغال منهم تكلا عارف يعني ايه جريد. الجريد هي الشبكه اللي انا ببدا ابني عليها الاستراكشر ستيل. فهتيجي على الاستراكشر بلد دي وتضغط على كلمه جريد. هنا الجريد تقدر تدي لها اي نيم، فانا هسميها مثلا جريد واحد. جريد واحد جريد رقم واحد. وهنا انا بحطها القيم بتاعتنا، القيم بتاعتنا اكيوميليتف، يعني هو دايما بيبدا من الصفر، يعني المسافه صفر وبعدين 5 متر وبعدين 12 متر وبعدين 15 متر. احذف الكلام ده كلته واكتب الارقام اللي انت عايزها. انا عايز مثلا اعمل شبكه ايه؟ اول حاجه هبدا عند الصفر وبعدين هبدا عند 4 متر 4000، احنا شغالين بالملي كله. وبعدين كام بعد ال 4000؟ انا عايز اعمل اربعه تانيين. اربعه تانيين احنا قلنا بنشتغل بالكيوميليتف، يعني دايما احسب من الصفر. فانا عشان اربعه تانيين يبقى اكتب هنا كام؟ 8. وكمان اربعه تانيين يبقى اكتب مثلا 12، يبقى كام؟
احنا كده عاملين اربع شبكات، اربع محاور، 0 و4000 و8010، هما بالنسبه لي اربع محاور، كل محور بالمسافه ما بينه وبين اللي جنبه 4 متر. وهنا الترقيم بتاعه، الترقيم بتاعه ممكن تسميها 1 و2 و3، ممكن تسميها الف ب ت اي وبعدين سي مثلا وبعدين اي ثم اي، تكتب اللي انت عايزه. وممكن ببساطه خالص تيجي على السهم ده وتضغط عليه، هو يعد عدد المحاور اللي انت اخترتها ويسميهم هو ترتيب الفابت اللي هو ابجدي الحروف من ايه لغايه عدد المحاور اللي عندك. نفس القصه عدد هنا الاكسس، هنا عدد الصفوف، عدد الصفوف برضه انا عايز اعملهم 3 صفوف، هو 0 وهعمل 3 متر مثلا 3000 وبعدين اعمل 5000، يبقى محور الاولاني بينه وبين الصف الاولاني بينه الثاني 3 متر وبينه وبين الثالث 2 متر بس. ليه؟ لانه 5000 ناقص 3000 هم 2 متر. ونفس القصه هنا لو ضغطت على هنا هيعدهم لك كام؟ انت عامل 0 و3 و5 فهو عاملهم لك 1 و2 و3. ده ايه 1 و2 و3؟ ده اسماء الصفوف، هتلاقيه هو هيعمل لها بريزنت دلوقتي وهوريها لحضرتك. طيب البلاتفورم فاليو الارتفاعات بتاعتك عايز تعملها كام؟ فانا هسيبها دلوقتي اللي هي 0 و4 متر و8 متر وهقول له تعالى اعمل كريت للجريد. مجرد ما اعمل كريت للجريد هو بيروح يحطها عند نقطه الصفر، وزي ما حضرتك شايف احنا عاملين كام صف؟ عاملين الصف الاولاني اهو اللي الاكس الاولاني هو اللي هو الاي والبي والسي والدي، والاكس الثاني اللي هو 1 و2 و3، والارتفاع بتاعك اللي هو 0 و4 متر و8 متر. وزي ما قلت لحضرتك الجانب الثاني من الاستراكشر كلاته اللي هو اللي كان في القائمه كان هي المسميات دي اللي هو اي وبي وسي ودي، وهتظهر قدام حضرتك. لو جيت حضرتك عملت سيلكت نوع وضغطت عليها دبل كليك عشان تبين لك البروبرتيز، البروبرتيز هتيجي عندك في الجنب علشان تعملها زي ما انا عاملها كده، هي هتظهر لك كده البروبرتيز. فحضرتك بس اسحبها على الجنب هنا، هتقوم محطوطه تحت وبعدين تضغط على الزرار ده، فهتبقى ايقونه هنا بتظهر لك في الجنب تداري على البروجكت مانجمنت، وخصوصا الشباب اللي عندهم شاشه صغيره او لابتوب زي ما انا شغال بتبقى مريحه جدا. انا مجرد ما اضغط على حاجه دبل كليك البروبرتيز اكتف، باجي هنا شوف. فحضرتك جيت هنا اهو دبل كليك هتلاقي البروبرتيز ظهرت، وتيجي على البروبرتيز هنا. وانا قلت لحضرتك الارقام دي ممكن حضرتك تتحكم في الفونت سايز بتاعها عن طريق اختارها الاول دبل كليك، والفونت سايز بتاعك اهو ممكن نصغرها شويه نعملها 200، فهتلاقي السايز الفونت سايز بتاعها بقى صغير اهوت، او نكبرها شويه نعملها 800 فهتلاقي الفونت سايز بتاعها بقى كبر، بقت كبيره خالص اهي، هسيبها على الوضع الافتراضي 500. طب يا باشمهندس انا مش عايز اعمل الجريد بالمنظر ده، ده كده كبيره جدا عايز اعدلها. اعدلها ازاي؟ اعمل عليها رايت كليك ايديت ستراكشر، او اجيبها تاني منين؟ اه اختار برضو الجريد بتاعتي واقول له ايديت ستراكشر، جابها لي هنا. انا عايز المحورين دهم يبقوا محورين اتنين، هشيل محور منهم اللي هو 5000 ده. عايز المفروض اروح امسح الرقم اللي قصاده، برضه اضغط على ده يمسح لك الرقم الزياده. وهسيب المحور زي ما هي واقول له اوكي، يبقى انا كده قادر ان انا اعمل ايديت للاستراكشر في ايون. يبقى انا عملت الجريد بتاعتي، الجريد كام صف؟ 1 2 3 4 صفوف، كل واحد ما بينهم من بعض مسافه 4 متر، والارتفاع بتاعتي هي 0 ليفل 0 وليفل 4 متر وليفل 8 متر، وعدد الصفوف بتاعي هم صفين 2 1 2. طيب دي الجريد، وتقدر تعمل حضرتك فيها ايديت زي ما انت عايز بالطريقه دي. طيب انا عايز احط الجريد مش عند نقطه صفر. انا قلت لحضرتك انت شغال في بيت اوتوكاد بمنتهى البساطه، اختار الجريد واعمل لها كوبي او موف، حتى تعالى ناخدها هي نفسها واعمل لها موف، فاختارها كده واكتب حرف الام عشان اجيب موف، واضغط مسطره واختار النقطه الاولانيه اللي انت عايز تعمل لها، او انا عايز احركها في الاتجاه ده مثلا مسافه 10. ما تنساش تضغط على اف 8 عشان يشغلك الاورثوجونال، او دوس على العلامه دي اللي هي بيعمل ريستريكت ان هو يمشي في نفس المسار. هنعمل كنترول زد ثاني وهضغط على الاورثوجونال اللي هو ريستريكت كلوزر تو اورثوجونال ان هو يتحرك في الاتجاه بتاع الاكس بتاعي، ما يتحركش يمين وشمال مزاجه. والثاني هعمل التك ده واقول له موف ام مسافه، واختار من النقطه دي للنقطه دي 10 متر، اكتب 10 متر. يبقى انا حركته 10 متر في المكان على نفس الاكس اهو، ما اتحركش من الاكس، ويبقى كده نقلته في المكان اللي انا عايزه. نفس القصه انت بتتعامل في بيت اوتوكاد، انقله في المكان اللي يعجبك، عايز تحرك في اتجاه واي، عايز تحرك في اتجاه زد، حركه. في طريقه ثانيه يا باشمهندس ان انا اروح ابنيه من اول مره في مكان معين؟ اه والله احيانا احنا بنجيب البلانت اصلا نبقى عاملين رسم كروكي كده لتوزيعه البلانت. يعني مثلا على سبيل المثال عندي خط، والخط ده مثلا ماشي كده بطول على سبيل المثال 5000 يعني 5 متر، وبعدين حوت كده 3000 يعني 3 متر،
وبعدين اتحرك كده 8 متر مثلا 8000، وهنقفل الشكل بتاعنا 5000 تاني. لا والله ما كانش 5000، كان 3، مش مشكله خالص. طيب انا عندي المكان دوت، هذا الاكس الاولاني، عايز اعمل رو هنا ورو هنا ورو هنا ومحور هنا اللي هو عند الاكس ده والاكس ده. اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه، اعمل جريد من اول وجديد. هتيجي حضرتك على النقطه اللي جنبها دي، ده هسميها جريد 2، وهاجي عند النقطه اللي جنبها دي واقول له بيك، تضغط عليها هتلاقيهم جايبك هنا، وانا هختار هذا المحور الاولاني، هذا المحور الثاني، هذا المحور الثالث. عادي خالص، لاحظ ان حضرتك انا اتحركت الجهادي والجهادي والجهادي، قول له رايت كليك، هو خد المحاور بالارقام بتاعتها يعني باللوكيشن بتاعها، ما تشغلش بالك من الارقام، هي نفس اللي احنا عاملينه بالظبط. طيب وهاجي على ده، الرو بتاعي فين؟ اقول له بيك، واخد النقطه دي والنقطه دي واقول له رايت كليك، جبت المحورين دول وهسيب لي ريفيجن زي ما هو واقول له كليك. اهو عمل لي نفس القصه اهي، نفس القصه اهي، هذا جريد هنا عرضها 3 متر وهنا ارتفاعها كام؟ 8 متر، والاكس الاولاني والاكس الثاني، وهنا بتمكنني ان انا اعمل الجريد في اي مكان انا عايز اعمله، ممكن اعملها قدام شويه ورا شويه من داريه، اعملها في المكان اللي يعجبك، ما بتتعبش كتير في نقلها. تمام كده يا باشمهندس؟ ودايما استعين بالخطوط، يعني دايما عايز تحط اي حاجه في اي مكان يعجبك اعمل لاين. لاين انت في اوتوكاد، وارسم الطول بتاعه والعرض بتاعه والمكان بتاعه زي ما انت عايز بالظبط، وبعدين روح ابني عليه الاستراكشر بتاعه. هنتعلمها كتير كمان شويه. طيب يبقى انا مثلا على سبيل المثال عملت الجريد دي وعرفت ازاي اعمل لها ايديت وازاي اعمل فيها كل اللي انا عايزه. طيب تعالوا نبدا نعمل الاستراكشر ستيل. اول حاجه في المبنى ده عايزين نعمل القواعد اللي هنوقف عليها الاستراكشر ستيل. عندنا حاجه كده اسمها فوتنج. انا لو ضغطت على فوتنج كده هو شغل الامر على طول. فانا عشان اعدل الامر انا مش عارف هو حاطط لي قاعده هنا وقاعده هنا وقاعده هنا. يعني فوتنج قاعده. طب انا عايز اعدل القاعده. لا حضرتك بتخش على السيتنجز الاول وبعدين تقول له فوتنج ستيلز. تختار مواصفات القاعدة بتاعتك، سي انا عايزها 1000 باب 1000 يبقى متر في متر في العمق بتاعها سي 80 متر 800، وهختار الاستاندر بتاعتك، عندك اكتر من ستاندر، اختار الاستاندر الماتشنج مع البروجيكت ريكويرمنت بتاعك، وهتختار الماتريال بتاعها، هي دي قاعدة فهي كونكريت، هقول له اوكي. انا كده حددت المواصفات او السيتنجز بتاعت القاعدة. عشان انفذ الامر، الامر لسه مش اكتف، لازم برضه اروح تاني للقاعدة اللي هناك دي. تعالى نمسح دول ديليت ديليت، وبعدين هجيب الفوتنج دي وابدا احط القواعد بتاعتي. ادي قاعده اهي، شايف حضرتك كده في حاجه غلط عملناها. تعالى على السيتنجز تاني، على الفوتنج سيتنجز، واه العمق احنا عملناه 8 متر مش 800. 800 تقول له اوكي، نحسب القاعده دي تاني وهنحط الفوتنج بتاعتنا. ادي القاعده الاولانيه، عايز القاعده الثانيه، هو الامر اتقفل، اضغط مسطره بيعد لك اخر امر، انت في اوتوكاد. ادي القاعده الثانيه اهي، مسطره ثالثه، مسطره الرابعه. دايما لو سمحت حضرتك بتحط القواعد اتاكد من السناب بتاعك انه النيرست مش شغاله، عشان ما يروحش يشوف لو النيرست شغاله وانا بحط بيلقط مني في اي مكان. هذا مسطر اهي بيلقط مني في اي مكان، فانا ممكن المربع كان اكتف وانا جيت احط قام حاططها لي كده، القاعده مرحله من الاكس بتاعك. فلو سمحت دايما خلي بالك من السناب، دايما اقفل النيرست في الحاجات الحساسه، وشغل السناب على المكان اللي انت عايزه، يعني انت عايز اند بوينت ولا ميد بوينت ولا انت بتعمل دايره عايز السنتر بتاعك وهكذا. فانا مثلا دلوقتي شغال على الاند بوينت بس، فانا هسيب الاكتف اند بوينت وخلاص. نحذف العدد دي تاني وهعمل فوتنج من جديد واحط العدد دي، فوتنج من جديد مسطره واحط العدد دي. يبقى انا كده عملت الست قواعد الاساسيين، الست قواعد الاساسيين اللي هيشيلوا المبنى بتاعي. طيب انا عايز اعمل ايديت للقاعده دي، القاعده دي عملتها غلط. حضرتك اعمل عليها رايت كليك، ايديت ستراكشر، هيجيب لك المواصفات بتاعتها، عدلها زي ما انت عايز. والله خليها مثلا متر في متر في متر، القاعده دي احملها كتير شويه. فهي 1000 في 1000 في 1000. شايف حضرتك اتعدلت اهي. عايز اعمل لها ايديت بطريقه ثانيه، هو نفس الزرار اهو ايديت ستراكشر ونفس القصه. عايز تعدل المواصفات بتاعتها، عدل اللي انت عايزه. يبقى احنا اتعلمنا كده ازاي اول حاجه نعمل القواعد الخرسانيه اللي هتشيل المبنى بتاعتنا، ويلا نشتغل بقى على مين؟ على الستيل ستراكشر. الستيل ستراكشر نفس القصه في البرنامج، دايما خش على السيتنجز الاول، حط مواصفات الستيل او القطاع اللي انت عايزه، وبعدين خش شغل الامر. انا هخش هنا على الممبر سيتنجز في بتاع الاستراكشر ستيل، واختار الممبر اللي انا عايزه. البرنامج هنا بيغطي لي اول حاجه الشيب ستاندر، يعني الستاندر اللي على اساسه الشيب هيقابلك. الاولاني ده اللي هو الاسيك، اللي هو الامريكان انستيتيوت فور ستيل كونستراكشن، اللي هو النظام الامريكي، والسي اي اس، سي اي اس سي ده النظام الكندي، والدين ده النظام الاوروبي او الالماني، هو اوروبي. احنا من المشهور عندنا اللي هو اوروبي، بس اللي حطاه المانيا لانه اسمه اصلا دويتش انستيتيوت فور نورماليزيشن
هي كلمه المانيه عامه. هو ادينا ستاندر احنا بنقول عليه النظام الاوروبي، وهو الاوروبي هو دايما المشهور والغالب في الشغل بتاعه. عايز تتعرف على القطعات؟ لو سمحت بس ضيع 5 دقائق. فلات بار او فلات شيب، فلات الشيب شكله ايه؟ هو شكله حاجه زي مستطيل كده، بيبقى له سماكه معينه، اختار اي سايز فيهم. تعالى نختار سايز صغير شويه، خمسه مثلا 6 مللي، مفيش اقل من 6 مللي، ماشي. يبقى ايه؟ له طول معين وله عرض زي كده، هو ده الفلات بار. عندك القطاع بتاع الاتش اي بي، حرف الاتش بس ايه، في كيرفتشر شويه، والفلانج بتاعته بتبقى رفيعه وله مقاسات معينه كتير. اهي الاتش اي بي بيبقى عمود حرف اتش ومحمل شويه، وده بتستخدمه في الاعمده. الاتش اي ام وهكذا، تقدر حضرتك تبص على الشيبز كلها وتعرفها كلها. ده ريكتانجل هير سيكشن وسكوير هير سيكشنز، يعني كل القطاعات قدامك وبتختار منها. طيب الرسمه دي في هنا الاورينتيشن، انا هحط القطاع ده لما اجي اعمل له موديل منين؟ من النقطه دي ولا من نقطه الصفر ولا من النقطه دي ولا من الكورنر ده؟ انت بتختار المكان اللي انت عايزه. احنا دايما مثلا في القطاعات يا تحطها من النقطه دي يا تحطها من النقطه دي من النقطه دي، هنشوفها دلوقتي وهنشوف امتى نستخدم النقطه دي او دي. ماشي، فاحنا هنختار القطاع من النص، وخلينا نختار مثلا اتش اي بي للعمدان، او خلينا نعملها اي بي كلها ونعملها اي بي 200 عشان ما يوجعش قلبك كتير. ويضل الكاميرا بتاعتنا، وانا هختار ان انا احطها من فوق، ولما اجي ارسمها اقول لك ليه. هنا بتحدد الماتيريال ستاندر. الماتيريال دايما انت عندك ايه؟ الاستم ستاندر اللي هو الامريكان سوسايتي فور تيستنج اند ماتيريال، وده ان شاء الله هنتناوله في محاضره لوحده. وفي عندك البيس ستاندر والدين ستاندر، نفس القصص دي كلها. فهنجيب مثلا اي ستيم والماتيريال الجديد بتاعته اي 36 على سبيل المثال. هنا الانجل ده انت تقدر تلفها بالزاويه اللي انت عايزه، يعني مثلا ايه؟ ممكن احطها بزاويه 45 درجه، ممكن احطها بزاويه 45 درجه، هيبقى القطاع بيتحط كده. ممكن احطها بزاويه 90، ده بيزود لك 90 درجه على كل مره. فانا هحطها مثلا بصفر، وعايز لفها 90 درجه تضغط على الزرار ده، لفها كمان 90 درجه على الزرار ده، لفها كمان 90، الرقم بيتغير اهو 270 وهكذا. طيب عايز اعمل لها فليب اراوند اكسس واي، انت طبعا شغال في سيمتريك سيكشن، فانت ان انت تعمل له سيمتري فليب الجهادي او فليب الجهادي مش هيفرق معاك في حاجه. تمام كده. وايل لو عايز تعمل له اوفست هوريزونتال او اوفست فيرتيكال، ودي ان شاء الله هنتعلمها كمان شويه. هو اصلا انا مجرد ما اخترت النقطه دي هو عملها اوفست فيرتيكال بمقدار ال 100. فيرتيكال ده عشان انا مختارها ان العمود هيبقى ايه؟ هيبقى بيتركب من النقطه دي. طيب هنرجع للنقطه دي تاني دلوقتي، وهقول لكم هنستخدمها في ايه، ويلا نقول له اوكي على البروبرتيز. يبقى انا كده الممبر سيتنجز انا اخترت في ايه؟ انا اخترت ان انا عايز اعمل اي بي اي والسكشن بتاعه 200، ومختار النقطه دي بتاعت اللوكيشن بتاعته، وقلت له اوكي. طيب ابدا ارسم. مش هرسم معاك حاجه ليه؟ لان الاوردر بتاع الرسم بتاعك هو الممبر. اضغط على ممبر هيبدا يشغل معاك ممبر. المهم بالنسبه لنا هنا انه الممبر ده امر الممبر هو كونتينوس. يعني انا جيت على النقطه الاولانيه اهي، روح على السناب بتاعتك، ولو سمحت شغل اند بوينت عشان ما ينطش منك في اماكن كتير. وتعال اعمل ادي النقطه الاولانيه، حركها للنقطه الثانيه، حركها للنقطه الثانيه، السناب وقف معايا في اند بوينت، حركها للنقطه الثانيه اهي، النقطه اهي، رسم الكاميرا. وشايف الكاميرا مرسومه ازاي؟ شفت السناب؟ لقط مكان تاني خالص غير اللي انا عايزه. لو سمحت احذفها تاني، واعمل اوربت للبلاند في الزاويه اللي تسمح لك ان انت تلقط النقط بتاعتك صحيحه. و هذا الاوردر اهو، ممبر، تاخد الكورنر ده مع الكورنر ده. الامر لسه شغال معاك، ممكن الف والف وارجع تاني لنفس النقطه. شايف انا لما اجي هنا بيلقط مني في كل مكان. يعني انا عشان القط المربع ده هيبقى يعني الموضوع صعب جدا. شايف انا زومت قد ايه؟ وده مش بيبقى ابليكابل في بعض الاماكن. طيب الحل للمشكله دي ايه؟ اوتوكاد عملت لك الحل. شايف على الشيب موديل ده انا ممكن اعمل البريزنت بتاعه اسمه لاين موديل. شايف لاين موديل ده اللي هيعمله ايه؟ هيرسم لك بس السكشن في النص، لكن هو عامل له بريزنت، هو موجود، لكن هو الباقي كله خط، والمنطقه اللي انت مش شغال عليها هو الرسم بس فيها الموديل. تعال نرسمه في اللي تحت ونشوف ايه الفرق. اهو الممبر لسه شغال، وهاجي عند النقطه دي انا بعمل ستاب اهو من بعيد خالص وبسهوله جدا. وهنا اهي، هنا اهي، هنا اهي، كده اترسم فيهم كلهم. والله السيمبل ظاهر فيهم كلهم اهو. وتعال على اللاين مود وقول له شيب موديل تاني. شايف؟ رسمهم كلهم، والسناب بتاعي شغال من غير ما يلقط في اي حته ومن غير ما يضايقني خالص. يبقى انا كده رسمت برضو الكاميرا بتاعي. طيب تعالى نرسم الكاميرا اللي في النص ده. شايف انا لو قلت له ممبر عايز القط الكورنر، بيبقى صعب جدا ان انت تلقطه، وخصوصا انت لو مشغل النيرست. انا هنا عشان عامل اند بوينت فهو بيجي بسهوله،
لكن انا افضل ان حضرتك تيجي تعمل الكامر بالذات، شغل اللاين مود هيقوم قلبها لك جريد عادي خالص، واعمل الممبر اهو، عملت الكاميرا اللي هنا والامر لسه شغال فما تنزلش بيه، اعمل رايت كليك انتر او اسكيب وشغل الامر تاني بمسطره او اختاره من اول وجديد، وتعالى نعمل الكاميرا اللي هنا من هنا لهنا. خلاص كده عملناها. عايز اتاكد منهم روح على الشيب موديل. عايز اوضح لحضرتك ايه الفرق ما بين الثلاثه دلوقتي. في هنا الشيب موديل، اول حاجه لاين موديل. اللاين موديل ده هو خط وبرسم لك في النص سيمبل بسيط خالص كده للسكشن اللي ماشي هنا، اللي هو الكروس سكشن اريا بتاعتك. هذا السكشن بتاعك. في عندك حاجه ثانيه اسمها السيمبل موديل، لما بتعملها بيرسمها لك كلها خطوط زي ما حضرتك شايفه كده، وده دايما التعامل معاه صعب جدا وما بنستخدموش كتير. الحاجه الثانيه اسمه الاوت لاين موديل، بيرسم لك الكامر عادي خالص، لكن لو جبت من الديتيل بتاعتها هتلاقي كلها شارب ايدجز، مع انه في الحقيقه الاي بي اي ما بيبقاش شارب ايدج كده. لكن انا لو جيت على الشيب موديل شايف عمل لك الراديوس اهو، عمل لك الكير، فده بيحمل كتير جدا على الجرافيكس بتاعك. فانت لو الجهاز بتاعك مثلا بطيئه شويه او انت عامل بلانت كبير جدا وشغال في الاستراكشر وقلبت على الشيب موديل ده، بيبقى صعب جدا ان انت تهندل البلانت، لانه بيعمل بنسميه بيعمل ريندر لكل التفاصيل دي كلها في كل كليكه وفي كل حركه ماوس عليه. فانت عشان الجهاز يستجيب معاك بسرعه دايما بنشتغل على الاوت لاين موديل. يبقى انت كده شغال على اوت لاين موديل، بتلاقي البرنامج خفيف خالص معاك، واحنا رسمنا كده الكاميرا. طب تعالوا عايزين نرسم العمدان. الكاميرا بتاعتنا كانت اي بي 100، العمود بتاعنا هو اتش اي بي 100. هتيجي على السيتنجز هنا، تيجي على النمبر سيتنجز، هتيجي على الاتش اي بي، وانا عايزها لا اتش اي بي 200، هاجي على الاتش اي بي 200. طيب العمود بجيبه منين؟ من الطرف ولا من النص؟ لا انا عايزه من السنتر. الكاميرا انا اخترت الطرف بتاعها ليه؟ عشان نهايه الجريد بتاعتي يبقى هو ده وش السقف. لكن العمود المفروض يطلع في الاكس او في السنتر بتاع الجريد. عشان كده لما جيت على الممبر سيتنجز اخترت الانسرشن بوينت او الاماكن الاورينتيشن بتاعتك. الانسرشن بوينت هي ايه؟ هي السنتر بتاعه. وقلت له اوكي وهقول له ممبر، وابدا ارسم العمود بتاعك، وتقدر تاخده من الارض للسماء مره واحده اهو لغايه النقطه هنا. طبعا هو بيعمل ستاب منك في اماكن كتير جدا، عشان كده اقول لك روح اعمل لاين مود. معايا اللاين مود بيقفلها، فهتروح على تاني على ممبر وتاخد من النقطه دي للنقطه دي. بترسم بسهوله جدا اهو، بتبطئ بالتخطي الصيفي. هذا اللي بعدها من هنا لهنا. زي ما قلت لحضرتك انا شغال في بيت اوتوكاد، ممكن تستسهل وتعمل سيلكت. تعمل سيلكت للاثنين كولوم دول وتعمل لهم نسخ، لكن انا هعملهم كاملين للاخر اهو. من هنا للاند بوينت بتاعي واقول له مسطره. مسطره تاني عشان يفتح الامر. هاخد الكورنر ده للكورنر ده، يبقى انا رسمت العمود، واقول له مسطره عشان يقفل الامر، مسطره عشان يكرر اخر امر تاني. من هنا لهنا يبقى انا رسمت العمود. في حاجه وقعت مننا، اتوقع ان العمود ده وقع مننا ما عملناهوش لسه. خلينا نعمل اوت لاين موديل ونشوف هو عامل ولا لا. فعلا العمود ده وقع مننا. نرجع تاني لللاين موديل ونعمل اخر عمود. هذا العمود الاخير ونقول له انتر ونرجع للاوت لاين موديل. يبقى احنا كده عملنا العمدان، عملنا الكاميرات الرئيسيه بالمنظر ده، عملت العمدان وعملت الكاميرات الرئيسيه. و يلا نشتغل شويه فينيشنج بقى، نشوف الاستراكشر بيعمل لنا ايه في البرنامج. البرنامج فيه خصائص كتير جدا. تعالوا نعمل شويه فينيش للشغل بتاعنا ده. لو جيت حضرتك بصيت هتلاقي ان الكاميرا هنا داخله في العمود، والكاميرا اللي جايه الثانيه داخله في العمود، وانا مش عايز الزيادات دي كلها تبقى عامله كده. ففي خاصيه عندك اسمها ايه؟ عايز ثانيه واحده شباب، بس هعمل اخفاء للبدايه. فين؟ ماشي. في عندنا الامر ده، انا عملت له سكيب يعني. طيب هايد هو المشكله انه كل ما هضغط على سكيب هيجيبها لي تاني، فانا هبقى قافلها من السيتنجز بتاعت البرنامج نفسه. طيب شوف يا باشمهندس، عايزين دلوقتي ننظف المشاكل اللي موجوده عندنا ده. يعني الكاميرا دي داخله في العمود والكاميرا دي داخله في العمود، فاحنا عايزين نظبطها. لو جيت حضرتك وقفت على الامر ده هتلاقيه بيقول لك بيسميه كات باك ممبر ويز ستيل ممبر. لو بصيت هنا وقفت ثانيه واحده بتلاقي الهيلب فتح لك الصفحه اللي حضرتك شايفها دي، وبيقول لك ان انت بتختار كاميرا كليمتنج ممبر والكاميرا الثانيه كفات ممبر. هنتعلمها ازاي؟ اضغط بس حضرتك على الاوردر وشوفوا عايز ايه.
اولا هو الكرنت سيتنجز انه جاب بتساوي زيرو، وهو هنا بيقول لك سيلكت الليمتنج ممبر، الليمتنج ممبر اللي هو ممبر نهائي، فالعمود هو ممبر نهائي بالنسبه لي، اعمل له سيلكت. ماشي؟ دلوقتي قلب ايه؟ قال لك سيلكت ستراكشرال ممبر تو كت، انا هختار ستراكشرال ممبر تو كت، قطع العمود ده. ينفع اكمل؟ اه ينفع اكمل. اختار تاني الليمتنج ممبر، لان هو قال لك ايه؟ سيلكت الليمتنج ممبر تاني، الامر لسه مفتوح معايا، انت ممكن تقفله، ممكن اختار سيلكت الليمتنج ممبر اهو واقطع العمود اللي قصاده جهه تاني. يبقى انا عملت ايه؟ شايف حضرتك؟ قطعت العمود ده والعمود ده، نفس الحوار هكرره لك تاني عشان يبقى واضح معاك في الكورنر اللي فوق. اقفل الامر، اعمل اسكيب. آه. طيب ثانيه واحده بعد اذنك. كل شو ميتنج كنترول ده. طيب وللاسف مش عارف اقفلها هنا، بس مش مشكله. طيب هنيجي اهو نفس القصه يا باشمهندس، هنختار الامر، الامر تحت الكلمه دي، فهختار الامر اهو، وبيقول لي اختار ايه دلوقتي؟ بيقول لي سيلكت ليميتنج ممبر، هذا الليميتنج ممبر بتاعي، وبعدين قطعت الكاميرا دي، هذا الليميتنج ممبر بتاعي، عملت له سيلكت ثاني وبعدين قطعت الكاميرا دي، فانا كده عملت تثبيت للجهتين اهو. شايف حضرتك المنظر هنا؟ نفس القصه بالعمود هنا، هذا الليميتنج ممبر، اختار الاوردر ده، هذا الليميتنج ممبر هنا، هنا عامل سيلكت الايه؟ للجريد. فاعمل الامر تاني، هذا مسطره، هذا الليميتنج ممبر وهذا الكاميرا دي، هذا الليميتنج ممبر وهذا الكاميرا دي. تمام كده؟ نفس الحوار هنعمله تحت، هذا الليميتنج ممبر وهذا الكاميرا دي، هذا الليميتنج ممبر وهذا الكاميرا دي، وهكذا. تقدر حضرتك تعمل الكلام ده كلياته. تعال هوريك حاجه كمان هنا. شايف مثلا الكاميرا دي، انا عايز ان اقصر العمود عشان اوريك امر تاني بيعمله، فانا هختار ان ده الليميتنج ممبر وهقصر العمود، نزلت انا العمود تحت، وبعدين عايز اوري لحضرتك الامر الثاني اللي هو بتاع الفينشنج كورنر. طيب هايت التريم كورنر ده، شايف حضرتك الامر ده اسمه ميتر كات ميتر، انا ممكن اختاره واجي على الكورنر ده واختار الكاميرا دي والكاميرا دي، هو قافلهم على طول اوتوماتيك اهو بزاويه 45 درجه، عامل اكستندل ده وعامل اكستندل ده وقافلهم مع بعض. ماشي يا باشمهندس؟ يبقى عندك خصائص كتير جدا في الاستراكشر ستيل تقدر تلعب فيها شويه. دي كلها بتاعت فينيشنج وبسيطه جدا، بس حضرتك تفعل الامر وبص على الخاصيه من تحت هتلاقي الامور سهله وبسيطه خالص. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نعمل عمدان، اتعلمنا ازاي نعمل الكامر بتاعنا الرئيسي، اتعلمنا ازاي نعمل الجريد، اتعلمنا ازاي نعمل فوتنج. تعالى نكمل، عايزين نخش على بعض كده. احنا قلنا الجريد والفوتنج والاستراكشر ممبر والستيل ويدد ستراكشر، تعال نتكلم على الستيرز. طيب انا عندي على سبيل المثال في المرحله الاولانيه دي او في الليفل اللي هو بتاع ال 4 متر، الليفل بتاع ال 4 متر ده انا عندي فيزل مثلا على سبيل المثال احطها هنا، فانا عايز اعمل لها اكسس ستار كيس ريل، يعني عايز اطلع لها. نفس القصه هتيجي حضرتك على ستيرز دي او سترينجز دي وتقول له ريلنج سترينجز، ريلنج سترينجز ده هتجيب لك كل الاعدادات. شايف حضرتك مثلا الهاند ريل هايت وكاتب لك بين قوسين رقم واحد، رقم واحد ده انزل على الرسمه رقم واحد، هو ده اللي بيتكلم عليه اللي هو الهاند ريل هايت ده، ده ارتفاعه كام من الارض؟ هو عامله 1100، عايز حضرتك تعمله 1200، عايز حضرتك تعمله 1000، عندك مواصفات خاصه بالمشروع بتاعتك بتعمل اللي انت عايزه فيه. الفيرست ميد ريل هايت اللي هو الثاني ده الهايت بتاعه كام؟ 550، نفس القصه عندك مواصفات مختلفه في المشروع بتاعك عايز تعملها اعمل. السكند ميد ريل هايت، لو انا حطيت سكند ميد ريل هايت في النص هيرسمه لي، انا مش حاطط له حط صف يعني ما ترسموش. والكيك بليت اللي هو البليت الاخير ده ارتفاعه كام؟ عامله 12 سم من الارض او 120 مللي، ولما نرسمه برضه هوريه لك واقول لك احنا هنستخدمه فيه. وعندك الفريست بوست اللي هو العمود الاولاني اللي هو رقم اربعه، اللي هو فين رقم اربعه؟ اسمه لا الفريست بوست رقم خمسه، رقم خمسه اول عمود شايل الهاند ريل، عايزه على مسافه قد ايه من البدايه؟ هو هنا عامله ربع متر، حضرتك برضه عايز تعدله عدله. على السكند بوست على مسافه متر ونص، لا والله انا عايزها كل 2 متر ونص، متر ونص دي مثلا كتير. طيب الهاند ريل الشيبس بقى عايز اغير القطاعات، هو مختارها بايب بوصه ونص في سماكه 3.2 42.4 دي اللي هي بوصه ونص في سماكه 3.2، انا عايز اغيرها، خش اختار السكشن، يفتح لك السكشن، اختار السكشن اللي انت عايزه، ان شاء الله يا رب تكون عايزها اتش اي بيم، اعملها اتش اي بيم. فهو دايما في الهاند ريل يا بنختارها زوايا اللي هي ال شيب، هتلاقي عند حضرتك ال شيب او انجل، فين ال شيب؟ ال شيب
تعملها ال شيب او انجل، اللي هي الانجل يا ربي او بايب. فهو هنختار بايب وانا هسيبها زي ما هي 42 سماكه 3 من 10 واقول له سيلكت. في بعض الناس بتحب تعملها بايب 2 بوظه، مش ازمه برضه لو حضرتك عايزها. والفريست مدريل، الفريست مدريل ده اللي هو البايب اللي في النص. احنا دايما ما بنعملش الاثنين دول زي بعض، يعني انا مثلا ممكن اروح اختار ده اهي واعملها مثلا بايب 2 بوصه اللي هو 48 3 من 10 ده واقول له سيلكت، واللي في النص ده اعملها بوصه واحده بس كفايه. فانزل على بوصه واحده وسماكه مثلا 3 من 10 دي برده اقول له سيلكت، يبقى انا غيرت ده. طيب المدري الكيك بليت، الكيك بليت ده اللي هو ماشي ده عايزه فلات بار، مواصفاته كام؟ 105 مللي، يعني ارتفاعه 10 سم يسموه 5 مللي. عايز تعدله برضه تقدر تخش تختار الفلات بار اللي عجبك او حتى تختار اي قطعه. احنا دايما بنسيبه هو في الغالب بيبقى من 10 ل 12 سم، وبرضه لما ارسمه هقول لك فائدته ايه. البوست بقى عايزه ايه؟ بايب 2 بوصه ولا بايب بوصه ونص؟ هو بختار هنا بايب بوصه ونص، خليني اعملها بايب 2 بوصه اللي هي 48 3.10 اقول سيلكت، واقلل شويه. فانا ممكن ما اجي ماشي هنعدلها كمان شويه. طيب يبقى احنا كده ايه؟ عملنا المواصفات بتاعتنا وقلت له اوكي. طيب ده بتاع ايه؟ بتاع الريل. انا عايز ارسم الريل، الريل مش هيشتغل الا لما حضرتك تروح تختار ريلنج. انا هضغط كليك على الريلنج وابدا اختار نقطه البدايه والنقطه اللي انا هوصل عندها اعمل الريل بتاعي. طيب انا عايز ابدا منين لفين؟ انا عايز اطلع من هنا لنص الحاره الثانيه ده، يعني انا عايز الريل عشان يبقى ماشي مرتاح يطلع لي لغايه هنا كده، اللي هو حوالي مسافه كام؟ هذا 4 ويعني حوالي بتاع 7 متر او 8 متر. عشان اقدر اعمل الكلام ده كله زي ما قلت لحضرتك دايما استعين بالخطوات. فانا هاجي هنا هشتغل على الاوت لاين موديل، وهاجي اعمل ايه؟ هعمل لاين من الميد بوينت، اعمل السناب شغل الميد بوينت بتاعتك، وهاجي على الجريد من الجهه الثانيه ده الوسطاني، ومن الميد بوينت هطلع مسافه كام؟ سي 1000 متر. انا عايز بس فور ريفرنس مش اكتر. ويبقى انا كده عملت السلم بتاعي او عملت المكان اللي انا هبدا منه السلم ده. ماشي، السلم ده هذا المنظر بتاعه. هبدا بقى اعمل ريل واختار نقطه البدايه اللي هي النقطه دي ونقطه النهايه اللي هي بدايه السلم ده. هتلاقيه رسم لك الريل بالمنظر ده. انا اسف احنا شغالين على الهاند ريل فده غلط، انا اقصد الريل نفسه الستيرز. هعمل الستيرز تاني، هنروح لللاين موديل واختار ستيرز مش ريل، الريل ده بتاع الهاند ريل، اختار ستيرز وهاخد النقطه دي للنقطه اللي انا لسه راسمها. شيفت مع السكرول لغايه ما اتحرك الوط النقطه اللي انا عايزها اللي هي النقطه بتاعت الميد بوينت دي، و اعمل رايت كليك واقول له انتر. هو الامر كونتينيوس بتاعي، هو جابني للمكان اللي انا عايزه اهو، هقول له اوت لاين موديل عشان يشوف. يبقى انا كده عملت الستيرز بتاعي، لكن زي ما حضرتك شايف هو ضارب في العمود من الجهه دي وضارب في العمود من الجهه دي، ويعني ايه الدنيا بايظه فيه خالص. تعال الاول بص على الريل كده اقول له ايديت ستراكشر. انا اسف حضرتك، انا اسف مش نسيم، معلش يا جماعه انا اسف الامور دخلت معايا بعضها. نرجع لورا شويه معلش، انا كنت بشرح الهاند ريل وانا اقصد الستيرز. هنيجي معلش على ستينجز هنقول له ريلينج، هرجع تاني هنقول له الستيرز، هرجع تاني الريل كمان شويه. هنقول له الستيرز، الستيرز دوت ده نفس القصه بتاعتنا، ده الاستراكشر سيل. ده عندك الستير السلم بتاعك عرضه كام؟ هو متر؟ لا والله احنا بنعمله 2 سم، هعمله 800. والماكسيموم ستيب اللي هي الخطوه اللي هو رقم 2 دي عايزه مسافتها كام؟ هو هنا عاملها 25 سم، هي كويسه جدا. وفي عند حضرتك الستيب شيبس داتا، ممكن تخش على الداتا بتاعتك عندك اكثر من ستاندرد وتقدر تختار المواصفات بتاعتها اللي تعمل ماتش مع المشروع بتاعك. فانا مثلا اللي هي 60 سم 600 دي اللي هو السايز اللي انت بتختاره، بمجرد ما انا عملتها بره هنا 800 الرقم ده بيتغير، وهي هتبقى كام؟ 240 اللي هو العرض اللي هنا 240 في تخانه 7 سم اللي هو دي 7 سم، والشامفري اللي في الاخر ده هيبقى كام؟ هيبقى 30. هو هتلاقي عامل لك الرسم البعد الاولاني رقم 1 والهايت اللي هو رقم 1 اللي هو 70، ورقم 2 240 اللي هو المواصفات بتاعتك من الرقم ده 240، ورقم 3 اللي هو الشامفري بتاعك. ماشي، انا اختار ده واقول له مثلا اوكي. والمسافه من هنا لهنا انا اخترتها اللي هي الستير ويث 800، انا اخترتها 80 سم انه سلم صغير يعني، واقول له اوكي. يبقى انا كده حددت المواصفات بتاعت الستيرز بتاعتي. يلا نرسمه، هنرسمه. فزي ما قلت لحضرتك دايما نقفل الاوت لاين موديل وروح لللاين موديل عشان الستاب بتاعك يشتغل معاك بسهوله. وهنرسم الستيرز، هذا الستيرز اهو، وهاخد من النقطه دي
للنقطة اللي أنا عايزها هناك أهي. الكورنر ده. وهقول له رايت كليك وأقول له إنتر. وهعلمك كمان حاجات فيها كمان شوية. طيب هو كده رسم لي السلم أهوت، تعال نشوف في الأوت لاين موديل هذا السلم اترسم أهوت. بس السلم أنا مش عايزه يبدأ من هنا، أنا عايز السلم نفسه يبقى بادئ من متأخر شوية. فتعمل إيه؟ هتقول له نه إنت موف وتحرك من هنا مسافة اللي تمكنك إن أنت تغطي المسافة دي. دي هتبقى 500. فإيه؟ 10 متر من المبنى بتاعي وأشوف. والله نص متر مكفيك أهلا وسهلا. عايز حركة أكتر من كده؟ لا والله محتاج إن أحرك أكتر من كده. أقول له موف وآخد كمان 10 سم. 100 كمان أقول له إنتر. يبقى أنا كده إيه رسمت الستيرز بتاعي والستيرز طالع لغاية النقطة اللي أنا عايزها. معايا؟ بعد كده أنا عايز أعمل الاستراحة اللي هنا. الاستراحه اللي هنا قدامك خيار من اثنين، يا تروح ترسمها يا تكمل امر الاستيرز نفسه. احذف دي خالص وتعالى نرجع للاستيرز ثاني وهوريك تعملها ازاي. هتيجي على الاوت لاين موديل، شغل الاستيرز وخد النقطه دي لغايه النقطه اللي انت حضرتك عايزها، وبعدين كمل عدل لغايه الاند بوينت دي. قول له رايت كليك انتر. تعالى شوف في اللاين فيو الاوت لاين، شوف هو رسمها لك ازاي. هذا السلم كامل اهوت، وبعدين عمل لك الاستراحه اللي انت هتعملها اللي هي المشيه اللي تخش منها. ولو سمحت حركه اقول له موف وهاخده من النقطه مثلا دي في الاتجاه ده مسافه كام؟ احنا كنا عاملينها 500 ما كفتش 600. يبقى انا حركت السلم اهو من مكانه. هذا السلم طالع من العمود ده لهنا لغايه نهايه المبنى ده قدام حضرتك. تمام كده؟ طيب السلم مش هينفضل كده، لازم ابدا اقفله، والمبنى ده كلياته برضو لازم ابدا اقفله لان همشي عليه. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا بفكر امدد الكاميرا دي واحمل عليها الكاميرتين دول، فانا عايز اعمل اكستنشن للكاميرا دي. في خصائص كتير جدا ممكن تعمل اكستنشن للخصائص دي، اولها لينس النمبر، بس اسهلهم حضرتك عندك نقطه زرقاء اهي، خدها واسحبها للمكان اللي انت عايزه وخلاص خلصنا بمنتهى البساطه. تاني في خصائص كتير جدا في البرنامج تقدر تعمل لينسن للممبر، يعني اطول للممبر، اسهلهم على الاطلاق، ما تشغلش بالك بالاوامر الباقيه. هات النقطه دي واختارها واتحرك بيها المسافه اللي انت عايزها. حافظ المسافه اتحرك بيها، مش حافظ المسافه هي ده 600 قول له انت. انا حركت هناك 600، 600 مش مكفيه. لا والله خدها اهي واعمل سناب على الاند بوينت اللي هناك ده اهي. خلاص انا كده ايه عملت اكستنشن للكاميرا دي بحيث ان هي شايله لي الهاندريل او الستيرز بتاعت السلم. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب عايز اقفل الدور الاولاني ده انه اقدر اطلع عليه وامشي عليه. اول حاجه في التمشيه ان انا همشي عليه ان انا اروح اعمله ستيرز اقدر اطلع له. الستيرز عملناها، طيب الستيرز دي مش هقدر اطلع منه كده، يعني اي عامل هيطلع ممكن يقع الجهادي او يقع الجهادي، فلازم اركب له الهاند ريل او الريلنج اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه. فهتيجي هنا على السيتنجز وتقول له الريلنج سيتنجز، نفس الخصائص اللي احنا اتكلمنا فيها بالغلط من شويه، انه مثلا ده الهاند ريل هايت والمواصفات بتاعته وده البايب بتاعته. ده الميد ريل وده البايب بتاعته، او الفريست ريل وده البايب بتاعته. ده السكند ريل ولو هتحط له مواصفات بيبقى له بايب هو كمان. الكيك بليت اللي هو 12 سم دي وده السكشن بتاعه وهكذا. فاحنا خلاص اتكلمنا عليها ولو فيها تعديل هوريها لك من شويه. قول له اوكي. تمام كده؟ لو سمحت ارجع تاني لللاين مود. هذا لاين مود وبعدين تعالى نرسم الريلنج بتاعنا على ايه؟ على البلانت كلها. هوريك هنرسمه ازاي. تعال نقول للهاند ريل اد ريلينج وهاخد النقطه دي لغايه النقطه اللي هنا ده، انا مش شايفها بسبب حرف السي اللي هي النقطه دي بتاعت نهايه السلم، وبعدين هاخد لغايه هنا، وبعدين هاخد لغايه الكورنر ده، وبعدين هاخد لغايه الكورنر ده، وبعدين الكورنر ده، وبعدين الكورنر ده لغايه بدايه السلم. فين بدايه السلم؟ اهو. وبعدين هنزل هنا على السلم هذا النقطة دي وانزل تاني تحت للسلم من تحت خالص اللي هي النقطة دي. تمام كده؟ واقول له انت. انا كده عملت هاند ريل للمنطقة دي كلها. تعال نشوف كده في الحقيقة شكله ايه. هذا الاوت لاين. تمام كده؟ شايف حضرتك؟ هذا الهاند الستيرز بتاعتك، وده في هاند ريل جهادي، يعني مفيش عامل هيقع من هنا، وفي هاند ريل جهادي، وفي هاند ريل جهادي، وهكذا. وفي هاند ريل الجهادي والامور ماشيه كويس جدا. طيب انا كده رسمت الهاند ريل. طيب عايز اعمل الايديت للهاند ريل في اي مكان، نفس القصه، اعمل عليها رايت كليك ولا اعمل لها ايديت ستراكشر وعدل فيها المواصفات اللي انت عايزها. ولو سمحت لما تيجي تعمل ايديت للهاند ريل ابقى لاحظ حاجه،
انه هو عاملها لك سكاشن حتى وانت بتختار، رغم ان انت رسمتها كلها مره واحده، رغم ان حضرتك رسمتها كلها مره واحده، الا انه عامل لها سكاشن، يعني دي سكشن لوحدها، لو عدلت وانت بتختارها هيعدل فيها اي واحده، دي سكشن لوحدها وهكذا. فحضرتك اختار كل الهاند ريل مره واحده وتعدل فيه. طيب انا عايز اختار الهاند ريل ده وبعدين اختار الهاند ريل ده وبعدين اختار الهاند ريل ده، صعبه جدا ان انا امشي اعمل كده. يعني انا عايز حاجه تختار الهاند ريلز اللي في المشروع كلها مثلا مره واحده. حضرتك بس اعمل رايت كليك وقول له اعمل سيلكت واحده فيهم والرايت كليك عليها، وهتلاقي عندك هنا سيلكت سيميلار. بمجرد ما تضغط على سيلكت سيميلار هيختار لك كل الهاند ريل اللي عندك في المشروع، مش في المكان ده بس، في المشروع كله. حضرتك اعمل فيه اللي انت عايزه. حضرتك اعمل فيه اللي انت عايزه او اعمل عليه رايت كليك واعمل ايديت الاستراكشر وعدل فيه زي ما انت عايز. الكلام ده ابليكابل على اي حاجه، يعني مثلا عايز اختار الفوتنج اللي في المشروع كلها، رايت كليك سيلكت سيميلر، هتلاقي اختار لك القواعد كلها لانه عارف ان دي فوتنج، ولانك موصفها ان هي فوتنج مش كيوبس، ما رسمتش انا مكعب، انا رحت رسمت قاعده من الفوتنج هنا. نفس القصه دي ابليكابل على الاستراكشر دي. طيب عايز اوريك حاجه بعد اذنك يا باشمهندس، تعالى نختار توب فيو نو، فانا هضغط على التوب، وعلى سبيل المثال مثلا هنا انا العمود ده الاورينتيشن بتاعه غلط مثلا، على سبيل المثال انا عايز الفه، تيجي تختار عليه سيلكت وتقول له ايديت ستراكشر، وكل اللي مطلوب من حضرتك لف الزاويه ده، يعمله ده مثلا على زاويه 90 درجه، هو لف، واقول له اوكي. شايف السكشن اتلف اهوت، ما عندكش اي مشكله في اي حاجه، والكلام ده ممكن تطبقه على اي عمود انت عايز تلفه يمين او شمال، يعني الكلام ده سهل جدا وما فيش اي مشكله. طيب انا كده دلوقتي في الدور الاولاني انا رسمت الستيل ستراكشر، انا عايز السقف ده يكون عليه شكر بليت، لا مش شكر بليت، اعمله جريتنج، انه يكون متقفل بجريتنج وعليه هاندريل من فوق، واللي تحت هقفله بجريتنج. واحنا عملنا اوريدي الهاندريل، تعالى الاول نعمل الجريتنج بتاع ده. طيب امر الجريتنج هو الامر الوحيد اللي ملوش في السفنجس، يعني انت لما تخش هنا على السفنجس ما تلاقوش اي حاجه. فبتجيبه منين؟ بتضغط بس على كلمه بليت ده، بليت بيجيب لك ايه؟ البليت اللي هو الشكر بليت او جريتنج. عندك كده بليت وعندك كده جريتنج. انا اختار مثلا المره دي جريتنج، او ممكن نعمل فوق بليت وتحت جريتنج. تعالى نعمل هنا. تعالى نعمل هنا الجريتنج. الماتيريال ستاندرد بتاعتك هو الاي اس تي ام، احنا شغالين على الاي اس تي ام، والماتيريال كود بتاعك هو الاي 36، والثيكنس حضرتك ممكن تحدده زي ما انت عايزه، احنا كان مثلا على حسب مواصفات بعض المشاريع اللي بنشتغل عليها بيبقى حوالي 3 سم 30، واحيانا بيبقى اكتر من كده كمان. الشكل ده ديكورات على فكره، يعني البرنامج مش عارف حاطط لك كم تفاصيل ضخمه جدا، وهو في الغالب بيبقى نت، يعني هو دايما اللي احنا بنشتغل عليه نت. وبرضه هوريك طريقه ازاي تعدله، والهاتش سكيل اللي هو المسافه ما بين المربعات برضه هوريها لك كمان شويه واعرفك مشاكلها ايه. وانت الانسرشن بوينت بتاعتك انت هتشتغل من النقطه اللي فوق ولا من النقطه اللي تحت ولا من النقطه اللي في النص. انا يهمني ان انا لما احطه هي النقطه اللي فوق تكون النقطه اللي انا بحطها، ليه؟ لان انا هحط على وش الكاميرا، فهو يكون ساقط ولا بيبقى فوق الكاميرا؟ لا هو بيبقى فوق الكاميرا عشان يحمل على الكاميرا، فانا بختار النقطه اللي تحت اللي هي البوتوم وهفرده على وش الكاميرا ده كله عشان الكاميرا ده هو اللي هيشيله، فانا اختار البوتوم ده. طيب انا الشيب اللي انا هرسم بيه هرسمه ازاي؟ الوضع عندي دلوقتي انا هرسم ايه؟ هرسم اللي فوق ده، فاللي فوق ده هي ريكتانجولار، فانا هقول له نيو ريكتانجولار، وهنستخدم نيو بلو لاين واكزيستنج بلو لاين، هوريها لك امتى. نيو ريكتانجولار ده واقول له كريت. بمجرد ما قلت له كريت هو اشتغل اهو. لو سمحت ما تنساش روح ارجع تاني اعمل لاين مود، وبعدين اعمل بليت تاني وقول له كريت. هي المواصفات الاخيره اللي انت مدخلها هي اللي شغاله. واقول له كريت واختار النقطه، وبعدين هذا الكورنر ده وانا شغال هنا ايه؟ ريكتانجولار. واروح على النقطه دي، هو كده رسمه. وكان الله يحب المحسنين. طيب انا عايز اشوف الجريتنج اللي اترسم ده، قول على لاين مود وقول اوت لاين. اوت لاين بيرسمه لك كشكل بليت مقفول كده، حاجه مثبطه. عايز تشوف الشكل الحقيقي بتاعه بتقول الشيب موديل ده. لما بتشغل الشيب موديل بيجيب لك اهو، هذا شكل جريتنج الحقيقي اهو. الشبكه شايف حضرتك المسافه اللي ما بين الشبك وبعضه؟ المسافه دي احنا بنحددها ازاي؟ انا عايز اعمل لها ايديت. الوحيد اللي بعمل له ايديت من البروبرتيز هو الجريدنج او البليت، اعمل عليه دبل كليك هتلاقي البروبرتيز بتاعته فتحت، وانزل تحت خالص هنا هتلاقي الشبك بتاعه. لو عايز تغير شكل الشبك، وده ما انصحش بيها طبعا، وهو دايما بيشتغل على النتورك، بس في اشكال كتير جدا ممكن حضرتك تلعب فيها. في حاجه اسمها الهاتش سكيل اللي هو المسافات ما بين المربعات دي قد ايه، فاحنا مثلا اعملها كبيره على قد ما تقدر بحيث ان هي تديك انديكيشن وما تحملش جرافيكس عليك في الفاضي. فانا هعملها مثلا على سبيل المثال 100، ادت لي انديكيشن انه في هنا جريدنج اهي، وفي نفس التوقيت مش واجع قلبي انه واخده جرافيكس عالي من الجهاز بتاعي. تمام كده؟ ممكن اقللها شويه؟ والله ممكن اقللها شويه عشان ايه؟ الجماعه ما يزعلوش مني.
فهنعملها مثلا ايه 50 فولو انتر، هذا الجريتنج بتاعي اهو. كده عملت الجريتنج لفوق. طيب انا عايز اعمل الجريتنج برضو اللي تحت. الجريتنج اللي تحت لو حضرتك بصيت انا عايز اعمل جريتنج منين؟ من اول هنا لهنا لهنا والمستطيل اللي فوق ده وارجع بيه وارجع لنفس النقطه اللي انا بدات منها. ده عشان اعرف اعمله، ده مش ريكتانجلر، لان انا هنا انا لما جيت اعمل ده كان ريكتانجلر بالنسبه لي، في خدت النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه، لكن ده بولي لاين. هاجي اعمل ايه؟ هقول له بليد، وهي نفس المواصفات الفنيه اللي انا عاملها، والهاتش سكيل عاملها هنا 50، واقول له هعمل نيو بولي لاين، واقول له كريت. نفس الغلطه اللي احنا عملناها، نسينا نعدل الشيب بتاعنا. فهرجع لموديل فيو او شيب موديل اللي هي لاين موديل، وهقول له بليد وهي نيو بولي لاين، واقول له كريت. هبدا افتكر النقطه اللي هتبدا منها عشان هي نفس النقطه اللي هترجع لي. فانا هبدا منين؟ انا هبدا من النقطه دي اهي، من اول هنا لغايه سنتر العمود اللي هنا. فين هذا سنتر العمود؟ ولغايه سنتر العمود اللي هنا، هذا سنتر العمود وهذا سنتر العمود، وهنا لغايه نهايه الهاندريل. فنهايه الهاندريل كان عند الميدل بوينت ده، هي ده، وبعدين هي ده هي. وبعدين هقفل عند النقطه بتاعتي هنا او اقول كلوز. بمجرد ما تروح لنقطه البدايه هو بيقفل اوتوماتيك. عايز يشوف اللي انا عملته، روح على لاين موديل وقول له اوت لاين، او خليها شيب موديل عشان حضرتك تشوفه. هذا الهاندريل اهو، او اسمه جريتنج اهو بتاعنا. وبقى الموضوع اكسبتابل او براكتيكال جدا اهو، انه زي ما حضرتك شايف هذا الستيرز اهو، والمسافه بتاعته ماشيه كويس جدا. وده الجريتنج، انه اللي هيطلع من هنا عنده هاندريل بيحميه وما عندوش اي مشكله. طيب لو حضرتك لاحظت هتلاقي ان المسافات واسعه جدا ما بين الستيرز، فهوريك برضه هنعدلها ونعمل الستيرز يوصل للدورين. طيب تعالى دلوقتي نعمل برضه هاندريل للدور الفوقاني. الموضوع بمنتهى البساطه، لو سمحت انقل على اللاين موديل، واحنا خلاص الهاندريل احنا لسه عاملين المواصفات بتاعته، وانت غالبا السيتنجز دي ما بتفتحهاش غير في الممبر سيتنجز، بعد كده في الهاندريل والستيرز والكلام ده، هي نفس المواصفه بتتم معاك في كل حاجه. فانا هعمل ريلينج اهو اللي هو الهاندريل، واختار الاربع كورنرات اهو، من هنا لما لهنا لما لهنا لهنا لهنا، واقول له انتر. كده انا عملت مين؟ كده انا عملت الهاندريل اهو بتاع الدور الفوقاني. طب الدور الفوقاني ده هوصل له ازاي؟ انا حابب اعمله مانكي لادر، او بنسميها اللي هو اللادر ده بنسموه مانكي لادر. مانكي لادر نفس القصه، اخش على السيتنجز وعندنا حاجه اسمها اللادر سيتنجز. لو لاحظتوا يا باشمهندسين الكلام كله تكراري، لكن المواصفات الفنيه بتختلف من جزء للتاني. فمش عايزك تقلق ومش عايز تحس انه التفاصيل كتيره. اللادر عندنا فيه جزئين، جزء اللادر وجزء الكيج. اللادر اهو هو تايب واحد، وده الاسم بتاعه، ولو عايز حضرتك تغير الاسم مفيش اي ازمه. والويتس بتاعه، عرض اللادر عايزه كام؟ هو 50، انا بحبه 80 يعني ضمن 100. والاكزيت ويتس بتاعك ده عاملها متر 1000. والبروجيكشن بتاعك اللي هو ايه؟ مش فاهم يعني ايه البروجيكشن، بص على رقم 3. ايه رقم 3؟ اللي هو الارتفاع ده، هو عامله 1000، انا عامله مثلا 1010 يعني 100، اللي هو يعني 110 سم. والراك ديستانس اللي هو المسافه ما بين الرجل والرجل، او الاستيب والاستيب، هي 25 سم، فانا رسمتها 25 سم خلاص. تمام كده؟ لو حضرتك عايز تغير البادي ده، هو طبعا غالبا بنعمله انجل او بايب بوصه ونص، فهو عاملها بايب بوصه ونص، فخلاص انا سايبها زي ما هي. طيب في عندك حاجه اسمها الكيج. الكيج ده اللي هو البروتكشن اللي بيبقى حوالين السلم، اللي هو ده المنظر بتاعه. لو حضرتك عايز يرسمه بتضغط على دروب كيج ده، وتبدا تحط المواصفات بتاعته. والستارت هايت بتاعك دايما بنعمله 2 متر، عشان بعد ال 2 متر اللي هيقع هيتكسر. فاعمله 2 متر، لو حد وقع يبقى الكيج هيزن ظهره. والماكسيموم ديستانس بتاعتك اللي هو رقم 2، رقم 2 ده اللي هو ما بين الكيج والكيج، هو عامل متر ونص، كبيره جدا. احنا في الغالب بنعملها 80 سم 800. ومن فوق فروم توب هو عامل 10 سم اوكي. والريديوس بتاعك 350، لا احنا هنعمله 450. طبعا انت بيبقى عندك الستاندر للمشروع بتاعك، بيبقى فيه التفاصيل دي كلها انت ما بتفتحهاش، هو بيديها لك. الزاويه دي اللي هي الزاويه الاولانيه هي 45 درجه، اللي هي الفلات بار الاولاني، وهكذا. الهايت بتاعك اللي هو رقم 7، فين رقم 7؟ 7 اللي هو الفلات بار. الهايت بتاعه 50، والثيكنس بتاعه 5 مللي. هسيب المواصفات دي زي ما هي واقول له اوكي. في هنا نقطة مهمة، تعالوا نيجي على جنب هنوت واقول لك. اللادر بيتعمل بثلاث نقط، نقطة البداية، نقطة النهاية بتاعت الارتفاع، وبعدين البروجيكشن بتاعه او السبورت بتاعه. عشان تفهمها هقول له لادر اهو، واجي عند النقطة دي مثلا
هذا نقطة البداية بتاعه، وهطلع لفوق ارتفاع. لو سمحت شغل البربنديكولار مود، هطلع ارتفاع سي مثلا 10 متر، انا عايز استلم ده 10 متر يعني 10000، قول انتر، وهمشي في الاتجاه الثاني مسافة اللي هو البروجيكشن بتاعه. هفهمها لك دلوقتي لما ارسمه، دايما بتبقى حوالي 15 سم يعني 150 مللي، واقول له اوكي. بص يا باشمهندس، هذا المانكي لادر بتاعنا اترسم اهو على حسب المواصفات الفنية اللي انا دخلتها له، وتعالى اوريها لك في الشيب موديل عشان يوريها لك كل حاجة. هذا السلم بتاعك بيترسم زي ما قلت لحضرتك بثلاث نقط، نقطة البداية، نقطة النهاية، بعده عن الممبر اللي جنبه اللي هو الاستراكشر ستيل اللي جنبه. أنا رسمته لك اللي بره عشان حاجتين، تعالى برضه هعمله لك تاني لو سمحت. لادر، وده نقطة البداية، نقطة النهاية، أتأكد إن شارور سيجنال، فأنا لفوق أهوت 10 متر تاني 10000. أنا عايزه يبقى للجهة التانية كده، شايف؟ لفة أهو. يعني الاتجاه اللي أنت هتتحرك فيه في الجهة دي هو اللي هيتعامل فيه اتجاه البروجيكشن بتاعك أو اتجاه الكيتش. تأكد من المعلومة دي يا باشمهندس. تعالى نروح نرسم اللي احنا عايزينه بقى. أنا عايز أرسمه منين؟ الكيج أنا هطلع من عليه، من هطلع عليه من على المنطقة دي للدور اللي فوق معايا. من المنطقة دي للدور اللي فوق أعملها إزاي؟ نفس القصة، أروح على الأوت لاين مود، اللاين مود، وزي ما قلت لحضرتك دايما استعين بخط، دايما استعين بالخطوط. لاين أفضل زاوية، أنا الدور اللي فوق أني هوت، فأنا هعمل هنا لاين وهجيبه من البدايه خالص واتحرك بيه في الاتجاه ده اهو. مسافه كام؟ اللي هو المسافه اللي انا عايز اخدها للخط في الاتجاه ده اللي هو السنتر بتاع الكيج. انا هسيب بس مسافه متر من النهايه، اقول له 1000، اقول له اوكي. وبعدين طبعا الاسنان مش شغال، لو سمحت شغل النيرس عشان يشتغل معاك عشان تقدر تحط ابعاد. تاني اعمل لاين مسافه النقطه ده اهي، اتحرك كده في الاتجاه ده اهو، وهعمل 1000، وبعدين اتحرك في الجنب ده في الاتجاه لبره بروجيكشن، واعمل مثلا 150 مللي 15 سم، واقول له اوكي. كده انا رسمت الخط اللي انا عايزه، مش عايز اكتر من كده. انا كل اللي تهمني النقطه دي والنقطه دي. هتعمل ايه حضرتك؟ نفس القصه، فين نقطه البدايه بتاعتك؟ على فكره انت ممكن تعمله نقطه البدايه ونقطه النهايه. هاجي هنا النظر، اختار النقطه دي واختار اي نقطه تحت نوت عشان يعمل لها سناب، واختار البروجيكشن ده. البروجيكشن ده هو هنا عمله بالمقلوب لان اتحركت بالعكس. كنترول زد، هتختار لادر، هذا نقطة البداية، هذا نقطة النهاية اللي تحتها على طول اهي، تختار النيرست دي، وهذا البروجيكشن بتاعك. عمل لك الجيتش لادر. لو سمحت أكتر حاجة بترخم معانا في الرسم هو اللادر، اتدرب عليه على قد ما تقدر، واقعد اعمل فيه تجارب زي ما أنت عايز. أهو في الجنب أهو اللادر، هذا نقطة البداية، نقطة النهاية، والبروجيكشن بتاعه. بترجع للنقطه الاصليه تاني وتتحرك في الاتجاه اللي انت عايزه. عايز الكيتش في الجهه دي، عايز الكيتش في الجهه دي، ودايما بنعملها من 15 ل 20 سم. وبشغل الاورسو عشان ما يوجعش قلبك، عشان ما يلفش منك بقى وتقعد تعمله. اف 8 بيشغل لك الاورسو فيو. وهاجي هنا اقول له 15 مللي 150 مللي، ادي انت رسمت كيتش اهو باللادر بتاعه. صح، تجربه كتير على قد ما تقدر. تعال نشوف المانك لادر اللي احنا رسمناه شكله ايه في الحقيقه. هنقول لاين مود ونقول له اوت لاين موديل. هذا الاوت لاين موديل اهو. يبقى العامل هيطلع من على السلم ده، لو عايز يطلع فوق هيجي يقف قدام السلم ده وياخد الدرج ده لغايه فوق، يلاقي الهاند ريل قافل له المانك لادر. ليه؟ لان احنا رسمنا الهاند ريل قبل ما نعمل المانك لادر، ودي حاجه صعبه يا باشمهندس، مش صعبه لاي حاجه. على حضرتك هنا واعمل ديليت للهاند ريل من هنا، وحول لو سمحت للاين مود تاني، هذا لاين موديل، وتعالى نرسم هاند ريل للحتتين دول. في حاجه جميله جدا، هذا الريلنج اهو، شايف الجميل في الريلنج انه اصلا بيديك نقطه النهايه بتاعته اللي هي الفتحه. هاجي اختار النقطة دي للنهاية دي واقول له سيلكت انتر. كده انا عملت هاند ريل مفتوح لغاية مين؟ لغاية بداية السلم. نفس القصة، اضغط مسطرة عشان يكرر اخر امر، واخد النقطة دي لغاية النهاية الجهة التانية. يبقى انا كده صلحت الغلط اهوت، مفيش اي مشكلة. ونرجع نقول له مين؟ شيب موديل، ونتفرج على الموديل اللي احنا عملناه. يبقى انا عندي بلانت اهوت متكون من دورين، وده ستيرز عليها الهاند ريل بتاعها، وده الفيو بتاعها. في غلطه احنا عملناها وانا عملتها عن عمد، ان احنا عملنا لايرز وبعدين ما استفدناش بيها، يعني احنا لحد الان شغالين في الجريد لاير. طيب عايزين نغير الحاجات دي كلها، سهله خالص يا باشمهندس. تعال نقول الهاند ريلز كلها، اقف عليها رايت كليك واقول له سيلكت سيميلر، هيختار كل الهاند ريلز. وتعالى في البروبرتيز وهي هي باي لاير هنا، لو سمحت اختار اللاير غيرها، تبقى الريلنج. بمجرد ما تختار الريلنج هو يغير لك اللون بتاعتها، بتاعت اعدادات
اسمه ايه اللاير اللي احنا اشتغلناها. ماشي، الستيل ستراكشر هاجي على الممبر ده واقول له رايت كليك واقول له سيلكت سيميلر، هيختار كل الستيل اللي انا عملته. اروح جاري هنا على البروبرتيز واقول له اللاير بتاعتي واقول له مين ستراكشر. ماشي يا باشمهندس، يبقى انت كده ايه نقلت كل الاستراكشر بتاعك في الاستراكشر. طيب الجريتنج، احنا كنا عملنا اللاير للجريتنج، تعال نشوف كده الريلنج والاستراكشر والجريد، ما عملناش لاير للجريتنج. عايز نعمل لها لاير وتنقلها فيها بنفس بس عايز انه امر بمنتهى البساطه زي سيلكت سيميلر ده بيقلب لك الدنيا كلها في ثواني. طيب هنا وقت مستقطع يا باشمهندسين، هنوقف شويه واشوف انطباعاتكم عن الموضوع ايه. اللي عنده اي مشاكل يا خبر جد. طيب ماشي، لو سمحت يا باشمهندس انا هفتح الموضوع شويه. للنقاش يا شباب هنتناقش شويه كده، اللي عنده اي مشاكل لو سمحتوا حضراتكم، اللي عايز يفتح الصوت يبعت، ما عنديش مشكله خالص ان احنا نتكلم، خلونا نتكلم شويه. باشمهندس روماني لو سمحت خليك معانا. طيب يا باشمهندس انا فاتح دلوقتي الصوت، اللي عايز اللي عايز يفتح الصوت ممكن يفتح. في حد يا جماعه عنده اي مشكله وعنده اي تعقيب او اي سؤال؟ من اول تصطيب البرنامج يا شباب، اللي عنده اي مشاكل يا ريت يشيرها معانا ومع زمايله، يمكن نقدر نفيدكم. واللي عنده اي مشاكل في اللي احنا قلناه لحد الان او عايز نعيد له اي حاجه هنحاول فيها مره واثنين وثلاثه، ما عندناش اي مشكله عشان الكل يستفيد. حاضر يا باشمهندس، ان شاء الله هحاول اقلل من السرعه، ده عيب فني فيا بصراحه. اهم حاجه يا جماعه الكلام واضح لحد الان، انا عايز حضراتكم مره واثنين وثلاثه تحاول في الكلام اللي احنا بنقوله ده كلياته ونضربه في البيت مره واثنين وثلاثه. ولو عندك اي مشاكل فيه لو سمحت، لو سمحت في اول المحاضره الجايه ان شاء الله قول لي انا عندي مشكله، ما عرفتش مثلا اعمل المانكي لادر، ما عرفتش اعمل اي حاجه من الحاجات دي. الامور كلها بسيطه وسهله وبتحتاج ممارسه شويه، يمكن انا عشان متمرس مع البرنامج فبتحرك بسرعه شويه. لكن انا يهمني قبل ما نتحرك اي خطوه لقدام انه لو سمحتم اكون ساتسفايد ان الشباب كلهم، ما انا مش عارف اعملها دي ازاي، ان الشباب كلهم يكونوا جربوا بايدينا. الحل الوحيد ان احنا نطبق بايدينا يا شباب ان احنا النهارده مثلا عملنا حاجات حضرتك طبقها براحتك خالص، عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه. الفيديو هيكون موجود، الشباب بيوفروه على الصفحه اونلاين على الفيسبوك في الاستريمنج وبيبقى موجود على اليوتيوب. جرب على قد ما تقدر، ولو عندك اي مشكله في اي حاجه ما تبخلش علينا او على زمايلك ان انت تثير المشكله، لان ممكن يكون واجهت حد من زمايلك وما اثرهاش او ما عرفش يتعامل معاها. هو انا عندي سؤال. اتفضل يا فندم. هو يعني تسلم بجد على الشرح، الشرح ممتاز جدا. بس انا بس كنت عايز اعرف دلوقتي، لما مثلا مكتب استشاري او مكتب هندسي بيستلم موقع او بيبتدي فيه ازاي اصلا؟ بص يا باشمهندس، ان شاء الله هعمل لكم دوره مختصره كده اسمها البلاند سيميوليشن. خلونا نتكلم كده، هقولها لك كده فريش عادي وبعدين هقول لك. اول حاجه احنا اصلا بنروح المشروع، اول حاجه بيديهاني بيديني بلوت بلان للاريا لوكيشن، يعني هو عايز يبني المصنع بتاعه في الحته اللي هناك ده، فيقول له الارض اللي هي الفدان ده او الاثنين فدان ده احنا عايزينك تبني فيها المصنع. ايه المصنع ده يا عم؟ المصنع ده مثلا على سبيل المثال لانتاج الغراء الصناعي، لانتاج الفورمالين، لانتاج الفورمالدهايد، وات ايفر انت هتنتج، ان شاء الله يا رب يكون محطه استخراج نفط، ما عندناش اي مشكله. تمام. بيبقى في اول حاجه شركات هندسيه بتقوم على حاجه اسمها الفيد انجينيرنج او المخططات الاوليه للمشروع، اللي هو بيجيب البيزك كونسبت بتاع المشروع نفسه ده يشتغل. يعني ايه البيزك كونسبت؟ يعني يقول لك والله احنا متوقعين ان المشروع ده يبقى فيه تنكات، والتنكات دي مثلا يكون ساعتها التخزينيه مثلا 10000 متر مكعب، وانه هنستخرج مثلا لو احنا بنتكلم في استخراج النفط هنستخرج النهارده مثلا 60000 برميل، بس 60000 برميل هيمروا على مراحل 1 2 3 اللي هو ايه البيزك كونسبت. البيزك كونسبت ده بيبقوا عاملين له حاجه اسمها بريمينالي بي اند اي دي. بريمينالي بي اند اي دي دي خليني اوريك. طيب انا بس هحفظ كنترول اس، خلينا نعمل هايت دي وهوريك على السامبل بروجكت.
شوف عند حضرتك مثلا ده سامبل بروجكت في بي اند اي دي اهو. فهو بيقول هنا طبعا البريمنال بي اند اي دي ما بتبقاش ديتيلد زي دي، ده بتبقى بس حاجه سكيم دروينج. احنا متوقع كده ان احنا محتاجين تانك، التانك ده لو سمحت انت اللي هتعمل له السايزنج بتاعه، فانت اللي هتعمل الكالكوليشن بتاعته كلها. والتانك ده هيبقى فيه خطوط، هي بتبقى سكيم دروينج حتى مش بي اند اي دي، بيسموها فلو شارت. بتاخد من التانك وتدي المبادل الحراري، ومن المبادل الحراري ده هو كل ده توقعات للبلاند اللي هو بيعمله معايا. انه بيديك مخططات، والله كانت جايه لي في بعض المشاريع، انا مش عارف موجود عندي ولا لا، كانت حاجه هاند فري هاند سكتش. المهم ان شاء الله احضرها لكم في مره ثانيه. حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ بتبدا تشتغل، تجيب الجماعه بتوع البروسيس ديزاينر وتقول لهم يا جماعه بتوع البروسيس لو سمحتم انا عايز اعمل مشروع هيعمل 1 2 3. فالجماعه بتوع البروسيس بيبداوا من التفاعل الاولي، يعني مثلا انا هخرج النفط بعمل عمليه فصل للمشتقات على سبيل المثال. فانا اول مرحله هفصل الزيت، هفصل الغاز عن النفط، اللي هو النفط اصلا طالع بثلاث مكونات اللي هم شويه رمل معاهم شويه زيت معاهم شويه غاز ومعاهم البترول بتاعنا. انا عايز افصل المشتقات الثلاثه دول كل واحد لوحده، اخد الاويل لوحده نضيف كرود اويل، واخد الغاز لوحده نضيف والرمل اتخلص منه وشويه الميه افصلهم وارجعهم تاني وارميهم وات ايفر انا هتعامل فيهم ازاي. المهندس بتاع البروسيس او الكيميائي او البتروكيميكال انجينير اول حاجه بيقول لك بقى اول حاجه في خطوات فصل الغاز ان انا اعمل له سيبريشن، يعني ان انا افصل جزيئات عن بعضها فيحصل له سيبريشن. طيب نعمل السيبريشن ده ازاي يا باشمهندس؟ يقعد بقى يفكر يقول لك والله انا لو جبت فيزل كبيره وليكن هي التانك ده هي فيزل كبيره وحطيت فيها فواصل وخليت الفلويد ينزل عليها فيحصل له فصل الجزيئات بتاعته، فالغاز بما انه ضغطه عالي هينفصل، والغاز بما ان كثافته اقل فهيطلع فوق، فانا اجي على النوزل ده واسحب منها من فوق شويه الغاز اللي طلع. فاهم؟ هو بيبدا يعمل فكره ازاي يفصل الموضوع. الكلام ده كلاته بنسميه بريمنالي ديزاين. هو شغال بيفكر، بيجيب المعادلات الكيميائيه بتاعت التفاعلات اللي بتتم بتاعته، يبدا يتخيل المنظومه دي بتتم ازاي، وبعدين يبدا يحطها في مكونات ميكانيكيه. يبقى عنده مثلا ايه شويه فيزلات هي اللي هيتم فيها التفاعل، رياكتور هيتم فيه التفاعل الكيميائي، مبادلات حراريه تنقل الحراره من هنا لهنا عشان عمليات التسخين والتبريد. بس كده يعني. خلاص عمل البريمنال ديزاين ده، يبدا يعمل الكالكوليشن بتاعه. والله تعالوا يا جماعه انتوا عايزين تطلعوا كام طن ولا كام لتر ولا كام برميل في اليوم؟ لا والله احنا عايزين 20,000 برميل في اليوم. فيبدا يعمل الحسابات العكسيه، 20,000 برميل في اليوم يعني المفروض يخش كام؟ مثلا 20,000 برميل بيطلع معاهم على حسب خدنا شويه عينات من الزيت اللي طالع من التربه لقينا مثلا المكونات 70% منها ميه و30% منها زيت. فانت لو بتقول لي عايز 20,000 برميل زيت يبقى انا هفصل كام؟ اضرب بقى الرقم ده يطلع لك في الاخر اجمالي الكرود اويل اللي داخل او النفط الخام اللي طالع من بطن الارض اللي داخل اللي هيشتغل عليه. خلاص حدد الكميه الاوليه اللي هيبدا يشتغل عليها، تمام كده؟ يبدا يعمل سايزنج لكل حاجه على حسب الكميه اللي هتخش دي لانه هيتعامل معاها. انا مثلا هيخش لي النهارده 20,000 برميل، هيمشوا في ماسوره، الماسوره دي بالسايز بتاعها كام؟ يقسم على 24 ساعه وعندنا ليميتيشن على حسب الاستاندرات اللي اتعملت زي الازم ستاندر مثلا، يقول لك انه البايب ممنوع السرعه تزيد فيها عن 1.5 متر في الثانيه لو هي غاز، 3 متر في الثانيه لو هي غاز، وعن حوالي 7.1 متر في الثانيه لو هي ليكويد. ليه؟ لان اكتر من كده هيحصل فايبريشن عالي جدا وهتعمل لك مشاكل كتير جدا على اللونج ريل وبتبقى انسير. طيب يا عم يبقى انا حددت سلفا السرعه، السرعه بتاعتي 7.1 وانا معايا كميه الفلو ببرنولي او باويلر، اويلر ايكويشن في دقيقه واحده. لو انت عارف ان هو وان فيس فلويد هتطبق اويلر ايكويشن هيقول لك والله كده الدايمتر بتاعه البايب دي كام؟ زي مثلا 20 معايا؟ يبدا يقول والله كميه الفلويد ده هي هتخش على التانك، يعمل لها فصل للغاز بتاعها ويعمل لها فصل للزيت وهكذا. المهم في الاخر بيوصل انه الكالكوليشن كلها وصلته انه التانك اهو موجود وطالع منه خط 4 بوصه، والخط ده هيروح للترومبه ده، الترومبه ده هتضغط الفلو، الفلو لازم يخش على المبادل الحراري على حسب الكالكوليشن بتاع البريشر لوس اللي حصل في المبادل الحراري ده كام، بحيث انه يوصل هنا على اساس احسب الهيد بتاع الترومبه، على اساس اعمل سيلكشن للترومبه واختار المواصفات الفنيه بتاعت الترومبه. شايف القصه بتيجي ازاي؟ انه دايما انت بتبدا بطريقه عكسيه. في الاخر خالص المهندس بيبدا يعمل شكل كروكي كده للبلان، بس انا ما بثقش في حد، يعني احنا دايما بني ادمين وعندنا مشاكل ان احنا هنغلط في الكلام ده كله. بيروح ياخد الكلام ده كله ويخش على برامج السي اف دي اللي هي الكومبيتيشنال فلو داينامكس، ويبدا يعمل ريكالكوليشن على البرنامج، بيعمل بلان زي ده بالظبط، بيرسم التانك الاكسبكتد سايز بتاع التانك، وبيبدا يدخل الفلو ويبدا يحط مبادل حراري
ويقول له والله درجه الحراره اللي داخله كام واللي طالعه كام وهكذا. البرنامج ده شركه بنت تانيه عامله برنامج اسمه فلو ماستر على سبيل المثال مثلا للحصر. فلو ماستر ده بيقوم راسم فيه البلانت ده كلها ويبدا يعمل ران للبلانت. البلانت فلو ماستر ده يقول له لا والله السايز بتاع التانك بتاعك محتاج يكبر شويه، الريكومنديشن المبادل الحراري ده السايز بتاعه كبير قلله شويه. المهم يبدا يحط الفاينل بي اند اي دي بتاعته على حسب الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس اللي هو عمله. خلاص حط الفاينل فلويد البي اند اي دي اللي هي الشكل اللي حضرتك شايفه ده فاينل، فبيبقى متحدد فيها ايه سايزات الخطوط كلها، متحدد فيها الاكيوبمنت اللي انا محتاجها، ومتحدد فيها التنكات. يجي المهندس ميكانيكا يقول له يا باشمهندس انا خلصت لعب، ده المهندس بتاع البروسيس يقول له انا خلصت لعب انت اتصرف بقى. المهندس بتاع الميكانيكا يبدا يتخيل انا والله عندي تنكين واثنين مبادل حراري ومش عارف ايه، ان شاء الله في اخر الكورس ده هنعمل حاجه زي كده. فيبدا ياخد اريا اللي هي زي دي كده، اريا اللي هي زي دي. لا ايوه لا انا عايز جريد ماشي. يبدا ياخد الاريا اللي هي الالوكيتد اللي عنده اللي هي محددينها المشروع، ويبدا يوزع فيها الاكيوبمنت. يقول والله انا عامل هنا الثلاث تنكات ولا التنكين اللي عندي في جنب لوحدهم، لا والله انا عامل المبادل الحراري هنا، لا ده انا عامل مش عارف فاهم. يبدا يتحرك يمين وشمال ويقعد يفكر فيها يمين وشمال انه يعمل الاكيوبمنت بوزيشننج، يختار اماكن الاكيوبمنت زي ده بالظبط. يعني المهندس كل اللي بتبقى عنده هتلاقي عندك ملف اسمه جيت اهو اللي انا هشرحه هو كمان. المهندس هو ده الاريا بتاعته، هيبدا يفكر يقول والله بص انا اعمل دول مدخل رئيسي، واعمل هنا مثلا التنكات، واعمل هنا مثلا المبادلات الحراريه، واعمل هنا مثلا اي حاجه، يعني اي اللوكيشن بقى بتاعه. ويبدا يعمل احتمالات، هذا الاختيار البوزيشن الاولاني البوزيشن الثاني، ويقعد هو وجماعه بتوع البروسيس وجماعه بتوع الكهرباء وجماعه بتوع الانسترومنتيشن كل واحد يفكر. لا والله بص ان انت ناقل التنكات هنا بعيد قوي، فده هتطول لي الكابلات والكابلات دي غاليه جدا، فلو سمحت تقدر تقربها. المهندس بتاع الميكانيكا يفكر طب انا لو قربتها هنا ما عنديش مشكله في الاري. المهندس بتاع البروسيس يرد لا والله انا عندي مشكله في البروسيس، لانه من وجهه نظر البروسيس ما ينفعش التنكات تبقى هنا. بتاع السيفتي يخش يقول لك لا والله انا ما اقدرش اعمل لك بروتكشن الاريا دي الا لما تفصل لي التنكات في تنك واحده وتفصل لي ترمبات، لانه التنكات ده ستاتيك اكيوبمنت، البمبات روتيتري اكيوبمنت. الراجل بتاع السيفتي يخش يقول لك لا والله الاحمال على التربه هنا هتبقى عاليه جدا، فلو سمحت افصل لي الترمبات بعيد عن قواعد التنكات، لان قواعد التنكات دي هتيجي التربه جامد تحتها. شايف حضرتك بقى كل الفيلم ده نقعد فيه نتكلم لغايه ما نتفق نقول والله خلاص يبقى انا عندي تنكات اهي، المبادلات الحراريه اهي، ال وات ايفر بقى انت حاضر خلاص انا اتفقت وعملنا فيكسد للاكيوبمنت انه ده هو مكان التنكات وده هو مكان المبادلات الحراريه، ويلا بقى نوصل. خلاص عملنا فيكسد، اول حاجه بنطلعها من المشروع هو البريمناري اكيوبمنت لاي اوت. خلاص طلعنا اماكن الاكيوبمنت انه هيبقى هنا بس تانك وهنا تانك وهنا تانك. على فكره هو عاملها هنا كده برضه، ممكن اوريها يعني هي بتاعت الاكيوبمنت بس ده. فهو خلاص حدد اماكن الاكيوبمنت وقرر بما لا يدع مجال من الشك ولا التعديل، واتفقنا وخدنا اعتماد انه ده هي اماكن التنكات. يبدا بقى الديتيل انجينيرنج تشتغل. يعني ايه ديتيل انجينيرنج؟ ان احنا هنحط مكان لكل مسمار في المشروع. ده الاكيوبمنت لاي اوت اللي انا بقول لحضرتك عليه. شايف هو خلاص اتفق وخد قرار نهائي انه التنكين هيبقى اهو جنبهم الترمبات بتاعتهم هناك اهي، هذا الاربع ترمبات جنب كل تانك ترمبتين، ترمبه شغاله وترمبه ستاند باي احتياطي. عندك الفيزلات بتاعتك محطوطه اهي، التنكات الصغيره اهي، الفيزلات اهي. خلاص احنا فكسرنا الكلام ده كله. يبدا الاخ بتاع الانسترومنت يبدا يقول والله انا عندي الكنترول روم مثلا انا عامل لها الحته دي، وعايز اوصل كابلات لمنظومه الدي سي اس سيستم او للكنترول بتاع الفيزل دي، وعايز اعمل مونيتور على الفلو بتاع المنطقه دي. فيبدا يعمل ايه؟ يعمل تمديدات الكابلات بتاعته اماكن كده، يقول والله انا ماشي كيبل تري رئيسي نوع، واخد منه برانش كده وبرانش كده وبرانش كده. يجي مهندس الميكانيكا يقول له معلش انا همشي هنا بباي باي. يجي مهندس الطرق يقول له معلش انا هخش هنا بطريق. ونبدا نشتغل على التفاصيل دي كلها زي ما وريتها لحضراتكم في المشروع المشروع اللي احنا كنا عاملينه. هو فين؟ يعني على سبيل المثال لغايه ما نوصل في الاخر لديتيلد انجينيرنج بالمنظر ده. كل ده ويعتبر احنا لسه ما عملناش حاجه على فكره. يعني كل ده مش الفاينل ديزاين بتاعه. طيب انا عملت مثلا ايه؟ فاكسبت بقى ده هو والله الشلتر اللي فيه شويه ترمبات، وده هو مش عارف المكان بتاعه، وجماعه بتوع الانسترومنت بداوا يمددوا الكابلات بتاعتهم، وجماعه بتوع السيفن بداوا يعملهم وهكذا.
كل ده الراجل بتاع السيفي ما عندوش اي احمال عشان يعمل قواعد، هو ما عندوش اي حاجه. بعمل ايه؟ بعمل شكل كروكي للاستراكشر ستيل زي اللي احنا عملناه في المشروع بتاعنا. احنا لسه عاملين الاستراكشر ده، احنا عاملين شكل كروكي بس. الشكل ده ببدا اقفل فيه، خلاص هو اتفقنا نهائيا انه الشكل ده هو النهائي بتاعي، ابدا اخده على برنامج في ستات برو. ستات برو ده برنامج ديزاينر او تيكلا ستراكشر ديزاينر، في برنامج ديزاين من تيكلا ستراكشر، وابدا احط الاحمال عليه كلها. الاحمال ان ايه؟ تعال اوريك. عندي مثلا باي بريك ده عليه شويه الاستراكشر دول، عليه شويه الاستراكشر دول، هذا استراكشر اهو الحديد اهو، عليه احمال اهو. البايب ده هتدي له نقطه تحميل عند النقطه دي، والبايب ده هتدي له نقطه تحميل عند النقطه دي. يبقى انا هجيب البايبنج ده كلها وبعد ما ارسمه اجيب التحميل بتاعه. طب البايبنج ده اجيب الاحمال بتاعته منين؟ بندخله على برنامج تاني بتاع الاستريس اناليسيس. بنتلي عامله برنامج يمكن انا مسطبه اسمه بنتلي اوتو بايب. وفي كيسر 2 لو تسمعوا عن كيسر 2 او سيزر 2 زي ما بيسموه. المهم في برامج كتير جدا بتعمل لك الاستاتيك اناليسيز وبتعمل الهيدروديس اناليسيز وبتديك اللودز عند كل نقطه. تبدا تاخد اللودز دي وتدخلها مين؟ على ستات برو. تبدا تعمل الديزاين بتاع الاستراكشر ستيل. والله القطاعات اللي انت عاملها موفيه والسيفتي فاكتور بتاعك في الامان اوكي. لا والله انت القطاعات بتاعتك عاليه جدا، بتعمل اوبتمايزيشن وتقلل السكاشن. لا والله انت خلاص وصلت لمرحله التصميم النهائي، خلاص بتعتمد الاستراكشر ستيل وتبدا مين؟ تروح تعمل له ديتيلنج. لحد الان انا ما دخلتش قلت فين المسامير وفين الصمويل والكلام ده كله. فبتعمل حاجه اسمها الكونكشن ديزاين، يعني كل كاميرا واصله في كاميرا ثانيه بتعمل عند الكونكشن دي التصميم بتاعها وتسيف المنطقه دي، وبعدين تخش على تيكلا ستراكشر تعمل الديتيلد انجينيرنج. يعني مثلا الخط ده البلاند ده مثلا لو بصيت حضرتك هتلاقيه دخل على تيكلا ستراكشر وعامل الديتيل انجينيرنج اهو، شايف؟ لو حضرتك عارف ان فوتوكاد بلاند 3 دي ما عملناش الاستفسارات دي، هو خد الاستراكشر ستيل ده كله طلع بي بي اكس ام ال 5، عمل التصميم بتاعه في ستاد برو، دخل بيه على تيكلا ستراكشر عمل الديتيلنج انجينير بتاعه، وبعدين يرجع تاني يسحب الملف النهائي بتاعه اللي هو بتاع تيكلا ستراكشر في البلاند. يعني احنا كل الشغل اللي احنا عملناه النهارده ده في الاخر بنمسحه ونجيب الاخير اللي احنا عملناه في تيكلا ستراكشر نحطه. تخيل حضرتك؟ يبقى مثلا دي رحله الاستراكشر ستيل نفسها، هكذا البايبنج نفس القصه، هكذا الاكيوبمنتس وهكذا. الموضوع مراحله كتير جدا يا جماعه بتوع الكهرباء، برضه لهم بروسيس شامل كبيره. عايز اقول بس لحضرتك ان التصميم بتاع المشروع بيشتغل عليه مثلا شركات، بيبقى عدد المهندسين اللي شغالين في المشروع مثلا بتاع 5 ميكانيكا و4 انسترومنتيشن و3 الكتريكال، يعني اعداد كبيره، يعني 220 30 مهندس شغالين على المشروع، ومده ما بتقلش عن 6 7 شهور لو هو سريع يعني والناس بترد عليك بسرعه. واخر شركه كنا شغالين معاها قعدنا سنتين بنصمم، بس سنتين. معايا حضرتك يا باشمهندس؟ اه مع حضرتك. فهذا البروسيس بتاع يعني انا كده انا شايف كده ان في مهندسين كتير قوي وفي مراحل كتيره جدا. طبعا طبعا انت بتعمل ديزاين لبلانت يا باشمهندس، يعني الغلطه فيه بفوره زي ما بيقول. انت عارف حضرتك مثلا اقل بلانت من اللي احنا بنعمله دول بيبقى تكلفته كام؟ شوف انا من 12 سنه كنا عاملين بلانت كده بتاع 10 متر في 12 متر، حاجه يعني كده احنا بنعتبرها سلاكه سنان يعني. انت عارف الاستراكشر ستيل بتاعها بس من 12 سنه كان مكلف مليون ونص جنيه، مليون ونص جنيه من 3 سنين. وده شويه الاستراكشر ستيل ده ارخص حاجه احنا بنعملها في المشروع. المفاعل لوحده كان باكتر من 2 مليون ونص، اللي هو فيزل هيتم فيها التفاعل، فيزل ستانلس. كم شغل البايبنج فابريكيشن بس كان بحوالي 800000 جنيه فابريكيشن. المشروع اللي انا بوري لحضرتك الرؤيه بتاعته ده المشروع ده كان تكلفته 74 مليون دينار، وعملنا فاريشن اوردر ب 8 مليون دينار كمان، 74 و8 كام؟ ما خدتهاش في الكلاس دي. يعني احنا بنتكلم في 82 مليون دينار. اضرب حضرتك بقى في 52 جنيه وتخيل الرقم. طيب معلش سؤال دلوقتي، هو يعني مثلا شركات المقاولات مثلا هيمسك المشروع من اوله، من يعني من اول ما يمسك الارض فاضيه بمعنى اصح لحد ما ينهيه، هل الشركة الواحدة بيكون فيها كل الستبس اللي حضرتك قلتها؟ يعني مثلا مهندسين يعملوا البي اند اي دي، ومهندسين تاني هيعملوا مثلا الباب ديزاين، ومهندسين تاني هي يعني في مهندسين في الشركة بتكون لكل الحاجات دي، ولا هو المهندس الواحد مثلا بتاع الميكانيكا بيعمل كل حاجة الميكانيكا؟ حضرتك مش متخيل ان احنا اصلا في بلانت زي ده كان مثلا عندنا بتاع 70 80 شركة، شركه 70 80 شركه. يعني شركه الانجنيرنج كانوا شركتين، شركه في هولندا دي كانت اللي بتعمل بروسيس ديزاين، فيها حوالي بتاع 9 او 10 مهندسين، 3 بروسيس على 2 ميكانيكا على 1 انسترومنتيشن على 1 كهرباء.
الشركه الثانيه ال ان تي في الهند كان فيها حوالي 18 مهندس، دول بتوع ديزاين بس معايا. احنا ككونستراكشن كنا 12 مهندس ميكانيكا وخمسه كهرباء، واحنا كمهندسين مالك، يعني مش مالك اسمه ايه، المقاول الرئيسي تحتنا مقاول باطن ومقاول الباطن مقاول وهكذا، قصص حواديت. يعني احنا مثلا في المشروع ده كنا مش اقل من 200 مهندس. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كان معانا 900 معده بتتحرك، عارف يعني 900 معده؟ تضرب 900 معده في المتوسط، اي اقل معده مثلا نص مليون جنيه، تضرب 900 في نص مليون جنيه، ده المعدات بس اللي بتتحرك في المشروع. احنا كنا 3000 عامل في المشروع من اول المهندس لغايه الحارس الامن، 3000 عامل. طب سؤال تاني معلش يا باشمهندس، اتفضل يا فندم. هو دلوقتي انا مثلا كطالب انا لسه بدرس مثلا، فعدى عليا مثلا الفلويد، اول ما خدت الفلويد وخلصته انا طلعته من دماغي خالص، انا كنت بكره برنولي وكنت بكره الفلويد كلها. انت جيت وانت بتتكلم ان احنا بنستخدم الحاجات دي فعليا في الشغل، ما كنتش مدرك يعني بصراحة وانت بتقول. بص يا باشمهندس، ان كنت متخيل ان حضرتك لسه في حد بيعمل المعادلات بايده يبقى حضرتك غلطان. هو احنا اوكي بنقول تمام ان احنا بنطبق برنولي لانه لازم حضرتك تعرف البيزكس دي، انه ايه اللي تم في البرنامج، لكن احنا تمام دلوقتي عملنا برمجه لكل حاجه، فانت كل حاجه اصلا الشركه ما بتعتمدش اي كالكوليشن بالايد. حضرتك عشان تروح تكلم مهندس في الغالب، يعني المهندسين كلهم خبراتهم تعبانه، يعني فهو المهندس عايز شغل برنامج، عايز ديزاين كالكوليشن. يعني هضرب لك مثال، تعال اوريك حاجه بسيطه خالص اهو، حضرتك شايف الشاشه عندي صح؟ ده مثلا برنامج اوتو بايب بنت الفيزل اهو، ده بنعمل عليه تصميم الفيزلات وبنعمل الفابريكيشن دروينج بتاعت الفيزلات عشان التصنيع بتاعها. انت متخيل ان انا همسك البرنامج اعمل فيه ايه؟ كل اللي مطلوب مني في البرنامج بدخل شويه باراميترز بس. يعني ايه شويه باراميترز؟ يعني هقول له والله انا عايز اعمل مبادر حراري، المبادر الحراري هيشتغل عن درجات حراره من كذا لكذا، المفروض يطلع لي الفلود عن درجه حراره كذا. تعالى بس اوريك، يعني مثلا اهو نيو، واختار مثلا انا اختار مين، بريشر فيزل ولا شيلاند تيوب هيت اكسشنجر، خلينا نقول شيلاند تيوب هيت اكسشنجر، واقول له اوكي. شايف هو جايب لك انا السكشن الاولاني شكله ايه، السكشن الثاني شكله ايه، السكشن الثالث شكله ايه، يعني حتى لو مش فاكر اسمها ما تشغلش بالك، هو بس حضرتك كل اللي مطلوب منك تقول له والله ده اهو مع ده اهو مع ده اهو، قول له اوكي، هتلاقيه رسم لك المبادل الحراري ودخل لك على طول. انت عايز الديزاين كود بتاعك ايه؟ اللي هو الازمي، ان شاء الله لما اجي اشرح لك الازمي هفهمك يعني ايه الازمي وايه البارامترز اللي هو يجيبها من كل ده. انت كل اللي بتحدد له بتقول والله يا عم انا شغال على الازمي اللي هو الريفيجن 5 ده ديفيجن 2، وتبدا تدخل له الديزاين كودز اللي انت شغال عليها بس. الديزاين كودز مين اللي شغال عليها؟ كل منطقه، يعني مثلا عندنا شركه بترول مصر ليها المواصفات الفنيه اللي معتمده عندها، ان انت لما حضرتك تيجي تصمم اي فيزلات او مبادرات حراريه عندي لو سمحت تستخدم الازمه. في شركات تانية تقول لك لا والله انا عايز الازمي ديفيجن مش عارف اللي هو 1 جولاي 99، في اماكن تانية لا والله البي اس ستاندرد، في اماكن تانية اللي هو الاي دي ستاندرد، مش هتفرق معاك في اي حاجه، انت بس هتختار الستاندرد اللي انت شغال عليه معايا؟ وبتحدد شويه بارامترز كمان لما فاضي، يعني ايه ده اللي هو البروسيس انجينير بيقولها لك، البريشر قد ايه والريكوارد ماكسيمم اللود ووركينج بريشر كام، يعني بص هتدخل شويه البارامترز ده، وهتلاقي الفيزل طبعا هو مش هيترسم معايا، انا هفتح لك سامبل، هتلاقي الفيزل ام مرسوم قدامك. تعالى نقول اوبن، وهنجيب اي واحد من المبادلات الحراريه اللي هو عاملها لك اصلا في البرنامج، مش عايز فيرتيكال، تعالى نجيبها هوريزونتال، وليكن ده مثلا على سبيل المثال اهو اترسمت اهو، هذا بتاع 3 دي قدام حضرتك اهي، نتفرج عليها وزي الفل. طيب دي هتعيش ولا هتفرقع ولا هتموت ولا هيجرى لها ايه؟ شرفني. تقدر بس تعمل اكسكيوت تقول له كالكوليت ديزاين سترينث، هو هيعمل لك كل حاجه، هو البرنامج هيعمل لك ريبورت مفصل عن كل حته وايه الاحمال اللي هتوصل عليها، يعني الجدار ده ايه الاحمال اللي هتوصل عليه، الفلانجه دي ايه الجدار الاحمال اللي هتوصل عليه، والسلكشن بتاعك ده هتفرقع ولا هتشيل، الاستثمارات بتاعه ال اسمها ايه البتاعه دي كان اسمها ايه مش فاكر، بسم الله الرحمن الرحيم، السبورت اللي اسمها ايه يا عم، سبورت ايه مش سبورت، المهم السادل، التفاصيل بتاعه السادل دي اللي انت عاملها هتشيل ولا مش هتشيل، شايف حضرتك؟ خليه بس يخلص وانا هوريك كم التفاصيل اللي البرنامج بيعملها. الشاهد من القصه ايه؟ انت عارف، عايز اقول لحضرتك بس ان انا عشان اصنع الدش ده كنا بنعمل لها حوالي 3 لوح، اللوحه كانت بتاخد معاك مثلا يومين عشان بس تعمل عدد التطعيجات اللي فيها، اللي هو التنيات واماكن التنيات والحسابات بتاعتها، وده سحب عميق ولا ايه، والسكنس عند ارق سكنس هيبقى موجود عندك ازاي؟ انا هوريك الكلام ده كله، البرنامج هيعمل لك اكستراكت وانت واقف اقل من دقيقه.
الكلام ده كلها بقى زي ما حضرتك شايف كده، بتضغط على زرار في برنامج يقول لك انت ماشي صح ولا ماشي غلط، عندك مشاكل ولا ما عندكش مشاكل، فاهم؟ لو بصيت هنا هتلاقي مثلا البادي فلانج ديزاينر، هو بدأ يعمل على البادي فلانج، البادي فلانج اللي هي الفلانج دي بيعمل لها التصميم بتاعها دلوقتي، اول ما يخلص هيبدأ يخش على اللي بعدها اللي هو ايه، تقول له يمشي الفلوتنج هيد ديزاين، البادي فلانج ديزاين الثانيه، عندك ده واحد اثنين ثلاثه اربعه، كل فلانج من دول هيبقى لها ريبورت منفصل، بيطلع لك ريبورت مفصل لتصميم كل سنتوفه في البيزل على مسار كام؟ يعني على مسار الفيزل كلها. اهو هو دلوقتي شغال على السادل ديزاينر. وبالتالي انا ببقى عارف كويس جدا انه الموضوع اللي انا فيه ده صح ولا غلط، وهو اصلا الشركات كلها دلوقتي اللي انت شغال معاها بيقول لك لو سمحت انا البرامج المعتمده عندي، تروح مثلا لبرنامج اوتو باي فيزل، برنامج بي في اليت للتصميم بريشر فيزل اليت ده بتاع كم المشاكل اللي في الفيزل دي؟ طيب انا عايز اشوف الريبورت، بقول له ايه؟ اكسكيوت فيو ريبورت فيو كالكوليشن ريزلت، هيجيب لك الورننج كلها. البرنامج ده اصلا ده بيعمل له حوالي 300 ورقه، 170 ورقه، 200 ورقه. المهم نفس القصه اللي انت عملتها في الفيزل دي بتروح تعملها في التانك، بتروح تعملها في البامب، بتروح تعملها وهكذا، كل الحاجات دلوقتي بقت برامج. مش معنى بقى ان انا بقول لحضرتك ان احنا هنطبق اويلر ولا برنولي ولا تعمل كالكوليشن بايدك في بعض الحالات ان ده غلط، لا، هو ده عين الصح، لانه لو ما بيعرفش يعمل فيديو ما بيعرفش يستخدم برامج، بيبقى ده اسمه يوزر، يعني بروجرام يوزر، واحد بيستخدم برنامج زي درافت مان اللي احنا بنستخدمه في الموقع يا باشمهندس، بيبقى تحت ايدك ثلاثه درافت مان، درافت مان ده بيستخدم البرنامج احسن منه ومنك، لانه قاعد على البرنامج 24 ساعه بس هو مش عارف هو بيعمل ايه، فاهمني؟ شايف الريبورت كام ورقه؟ يعني اول حاجه اقول لك الريبورت ده الاكزامبل 102، الريبورت ده كام؟ 106 ورقه. هتلاقي واخد التفصيل بتاعت كل واحده، علامه استفهام دي يعني فيها مشاكل او انه الماتيريال سبيسيفيكيشن ما اتضافتش، فاهمني؟ شوف بقى حضرتك هذا السايز بتاعته وهذا المنظر من جوه، ويعني ده الفلو والتربلانس بتاعه بيدخل ازاي، ودي التيوبس اللي جوه بتاعت الشيل اند تيوب اكسشنجر، ودي الاماكن بتاعته، شايف؟ وهيبدا يعمل الكالكوليشن بتاعته، هذا الشيل اند سايد ديميتر، هذا الانبوت باراميترز بتاعتك كلها، كل الحاجات دي هو عارفها منين؟ انت يمكن مدخل خمس ست باراميترز من الحاجات دي بس، الحاجات دي كلها هو عارفها من الازم ستاندر ومن الاكواد اللي احنا شغالين عليها. انت متخيل يا باشمهندس ان انا لو عايز اعمل ديزاين لبايب انا قعدت بحث بستخدم اي حاجه؟ ابدا، ما هو الراجل ده عامل الديزاين بتاع السيك نظام وده الاكويشن وكاتبها لك حسب الاكويشن ومعوض فيها ومطلع لك وكانه بني ادم بيحسب بايده، وفي الاخر خالص انه السيفتي فاكتور طلعت اكبر من او يساوي 2 من 10 المفروض، يعني المهم الشاهد من القصه ان طلع لك الحسابات بتاعتك كلها وهكذا بقى. انت كل اللي بتعمله في حاجه زي كده انت بتراجع الورننج بتاعت البرنامج انه البرنامج بيسيف البتاع، وبتعمل اوبتمايزيشن للسيكنس، وبتحط ماي كامباني نمبر وديزاين كالكوليشن تكست التفاصيل بتاعتك، والباقي كلها بتروح تقدم الريبورت ده. معلش معلش معلش، اتفضل يا باشمهندس. هو دلوقتي مثلا انا لما لو نزلت في شركه لديزاين مثلا الشيلرات، انا مثلا يعني بكون متعلم مثلا ريفيت او اوتوكاد او اي حاجه من الحاجات اللي هي البرامج اللي انا بستخدمها دي، فانا ما بكونش عارف انا هشتغل ازاي، فهل في التدريب مثلا اللي هو الشركه بتديهولي هل هي بتعلمني كل الحاجات دي مثلا، ولا بتديني برضو بيزكس وترميني كده في البحر تقول لي؟ كل شركه انت هتخش فيها بتعلمك كل التفاصيل بتاعتها، لكن ما فيش شركه بتقبل ان هي تعلمك من الصفر، فاهم؟ يعني انا مثلا رايح له بقول له انا عبد الحليم انا بقدر استخدم برنامج اوتوكاد بلاند 3 دي وبقدر اعمل تصميم او 3 دي موديولينج بالبرنامج ده، يقول لي تعال زي الفل اعمل لي بقى 1 2 3، عملت له 1 2 3 اللي هو بيقول عليهم، يقول لي بص يا باشمهندس تعالى بقى احنا الاستاندر بتاع الشركه بتاعنا هتلاقيه عامل استاندر لكل حاجه، ما مش كل ما يجي يعمل مشروع هيبدا بقى من الصفر يعمل كالكوليشن، لا ده بتبقى اكسل شيت وعامل الديزاين فورمولاز كلها، وكل اللي انت بتدخله بدخل البارامتر، يعني مثلا ايه عايز اعمل ديزاين لفيزل، فانا بقول له والله الوركينج بريشر كامل او التمبريتشر ان تمبريتشر، بتدخل شويه باراميترز هبله كده، وهو اكسل شيت هو مدخل عليه المعادلات وبتطلع لك كل الناتج اللي انت عايزها في دقيقه واحده، او برامج معينه هو بيدربك عليها، فاهمني؟ لكن هو عشان ياخدك مش هيعلمك من الصفر، مش هيقول لك والله تعالى يا باشمهندس روماني بقى، لا تعال انا هديك كورس هيكلفه شويه وشويات، يعني مثلا كورس زي ده انا عايز اقول لك مثلا ده لليوزر الواحد بيكلف اكتر من 8 او 9000 جنيه معايا، وبص اللي احنا هنقوله هنا، وفي الاخر خالص هتروح للشركه، الشركه تقول لك لا ده انت اللي اتعلمته ده كله تصفر على الشمال، تعالى لي بقى
لانه احنا عاملين كاستمايزيشن لكل حاجه. يعني احنا شغالين لحد الان بالديفولت سيتنجز، ان شاء الله في مرحله متقدمه شويه من الدوره هنبدا نعمل كاستمايز لكل حاجه على حسب الريكويرمنت بتاعت المشروع، لانه البرنامج شغال على ديفولت فورماتس، ديفولت ايقونات، ديفولت استنباط كده. كل شركه ليها الفورمات بتاعتها، انت عايز تعمل كاستمايز للكلام ده كلاته على الوضع بتاعك فبتبدا تشتغل. فاهمني حضرتك يا باشمهندس؟ فالموضوع جميل جدا وفيه تفاصيل كتير جدا. اللي انا عايز اكد لحضرتك عليه انه للاسف الكلام اللي احنا بنقوله ده كلاته احنا دايما بنستورده مع انه اهبل وساذج. لا بعد كده يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انت لو اتمرست شويه في موضوع الاستراكشر ده هتلاقي ان الموديلنج بتاع الاستراكشر ده ما بياخدش بتاع 5 6 دقائق يعني ولا حاجه. انت عارف كم بيتحسب لنا الانجنييرنج اور بكام؟ 3 في 10 30 دولار الانجنييرنج اور، واللي هو ايه بتاعت الديتيلد انجينير البروسيس انجينير كنا بنحسبها ب 12 ونص. 12 ونص كام؟ يعني اضرب 12 ونص في 3 يعني هو حوالي بتاع 37 او 38 دولار دولار ساعه. معايا؟ شغلانه زي بتاعت الستيل ستراكشر ده انت مفكره كان بيحط عليها نص ساعه ولا ساعه؟ ابدا، ده كان بيحط عليها 6 ساعات و7 ساعات. انا بعمل لك موديلنج 3 دي موديلنج للديزاين، لكن لما يروح يقول لك ديتيلنج انجينير للاستراكشر ده على ستاد برو او على تيكلا ستراكشر، لا حدث ولا حرج. ممكن مثلا في الاخر خالص شويه الاستراكشر ده لو دخلناهم على تيكلا وطلعنا لهم الديتيلد انجينيرنج اللي هتاخد معاه في المجمل بتاع 3 4 ساعات هو بياخد عليها مثلا بتاع 30 40 الف. واخد بالك في الحته؟ فاهم؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان احنا دايما بنستورد الحاجات دي. الشركه الوحيده اللي في مصر اللي شغاله في المجال ده هي شركه ام بي، وللاسف برضه بتدي سب كونتراكت لشركات عالميه. وبره في دول العالم كلها سواء في المنطقه العربيه او المتحدثين باللغه العربيه كلهم، لشركات هنديه وشركات اوروبيه او امريكيه هي اللي بتيجي تعمل التصاميم دي. وعلى اسوأ ظروف، على اسوأ ظروف بيوظفونا، زي يعني مثلا ايه، هي الشركه امريكيه بس كل الاستاف اللي عندها مصريين على سبيل المثال. فانا بقول لحضرتك المستقبل جاي للمجال ده، لذلك انا مهتم بيه جدا ومهتم ان يكون عندنا مهندسين بيعرفوا يشتغلوا بيم زي ما مهندس عمر سليم كده. لانه المجال ده واعد جدا 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 وخصوصا في المنطقه العربيه، واحنا ان شاء الله هنعتمد على نفسنا في المجال ده قريب جدا. لكن هي الفكره كلها ان الخامات مش موجوده، يعني انا مثلا شركه اهو، انا عبد الحليم اسست شركه وقلت يا جماعه محتاج شويه مهندسين يشتغلوا لي بيم. لما تيجي تعلم في مصر كلها ما تلاقيش ناس سكيلد في المجال ده للاسف والله. واللي تلاقيه سكيلد تلاقيه يعني بيتكلم في البيزكس، يا عم انا عايزك تعمل مشروع فروم اي تو زد، حاجه تسلمها لي زي ده كده في كل كبيره وصغيره. هقول لك لا والله انا بقف عند الاستراكشر والفيزلات، ما بعرفش اعمل بايبنج، بقف عند البايبنج وما بعرفش اعمل مش عارف روتنج للانسترومنتيشن، كلام اهبل كلها. عايز اقول لحضرتك ان نص البلانت ده اللي عاملينه درافت اسمنت قاعد جنبه مهندس ويقول والله بص الخط هيطلع من هنا لهنا والخط ده هيطلع من هنا لهنا، وهو اللي بيعمل السبورتنج وبيعمل الكلام ده كله. بس الكلام ده غلط، ما فيش كده يعني، في حاجات بتدخل في الاعتبار. الحاجه الثانيه ردا على قولك يا باشمهندس ان احنا بنحسب التصميم، انا في برنامج من ضمن البرامج اللي احنا بنتكلم عليها الفتره الجايه هو برنامج مثلا اوتو داتا بايب سبورت ده. شايف حضرتك في قاعده بيانات كامله من السبورتات بيقول لك الاحمال اللي عليه، يعني مثلا اهو فتح سبورت زي ده، سبورت زي ده لو جيت بصيت على الجنب هنا فين؟ شايف هو قايل لك السبورت اهو مواصفاته اهو، ولو السايز بتاعك 4 سم اللي هو 400 مللي يبقى الماكسيموم بتاعك 9 طن يتحط، لو 700 يبقى كذا. انا سامعك يا باشمهندس بتقول ايه؟ تمام مع حضرتك. مش عايز اوسع الموضوع ونروح بعيد خالص، بس انا عايز اقول لك هو ده بري ديزاين وده المقاسات كلها، ودايما بيقول لك انه التحميل بتاعك يبقى كام؟ ده ما يزيدش عن كذا لو انت هتحمل كذا وهكذا. فاهمني؟ وانا برنامج طويل عريض كتير جدا، هو مثلا بيقول لك ان اقصى مسافه ممكن تاخدها متر و20 لو انت هتحمل لغايه 1750 كيلو جرام. يعني انا حتى مش هحسب، انا كل اللي هفكر فيه انه البايب هنا هتوصل للكاميرا كام؟ اقل من 1750 كيلو جرام، دي اكسبتابل. يلا اطلع ثبتها في فوتوكاد براند 3 دي واعمل لها ريفيو وطلعها معايا. فاهم انا عايز اقول لحضرتك ايه يا باشمهندس؟ وصلت. اتفضل يا باشمهندس. شكرا جدا لحضرتك، يعني فادتني كتير جدا. محتاجين الملف ده لو ممكن، ملف ايه لو سمحت؟ روماني ملف ايه؟ بيتكلم عن المشروع. ولا فهمت حاجه، يعني ايه بيتكلم عن مشروع الروماني؟
مفيش أي مشكلة، اللي حضراتكم محتاجينه أنا هبعته إن شاء الله على جروب الواتساب، والشباب عملوا في البين ماريميا صفحة على الكلاود إن شاء الله هنرفع عليها كل الملفات وكل البرامج اللي إحنا بنستخدمها. إحنا دلوقتي بقى لنا أكتر من ساعتين أهو، وصلنا ساعتين، أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. الحمد لله إحنا المرة دي خلصنا معظم الاستراكشر ستيل، هنرجع له إن شاء الله تاني المرة الجاية عشان نطمن على الشباب اللي قبله أي مشاكل في أي حاجة. لو سمحتوا يا شباب محدش يبخل علينا بأي حاجة، اللي عايز أي معلومة أنا حاضر، ويا ريت نعيد الموضوع ده مرة واتنين وتلاتة وأربعة لغاية ما نبقى ساتسفايد تماما إن إحنا بنعمل اللي إحنا عايزينه، وإحنا قادرين نعمل موديل لأي بلانت إحنا عايزينه. إن شاء الله في آخر الكورس أنا بوعدك إن أنا أوصلك لمرحلة إن أنت تعمل بلانت زي السامبل درونج ده بمنتهى السلاسة، وتبص له على إنه حاجة ساذجة جدا، بل بالعكس ما فيهوش تفاصيل من معظم الحاجات اللي أنت بتعملها. يعني مثلا لو فتحت ملف الماستر، البلانت بالمنظر ده بالنسبة لك ولا حاجة. وطبعا بالمنظر ده انت بتبص له دلوقتي على انه حاجه كبيره. انا بقول لحضرتك بوعدك ان شاء الله لو تابعت معايا وعملت اكسرسايز مره اثنين وثلاثه في البيت، ولو عندك اي مشاكل شيرتها معايا، انا بوعدك انه تبص لبلانت زي ده تقول مثلا ده ما ياخدش معايا اسبوع شغل او اسبوعين بكتير، مع كم التفاصيل اللي فيه، مع كم التفاصيل اللي مش، والقصص دي كلها ما تقلقش منها، انا معاك كل التفاصيل، هشرح لك كل حاجه قبل يعني من الصفر، يعني اقصد سواء انت كنت مثلا مهندس خريج وعارف تفاصيل عن الحاجات دي او ما عندكش تفاصيل عنها، انا تحت امرك. لو عندك اي مشاكل فنيه، حتى لو حضرتك مهندس موقع او مهندس شغال في المجال الكونستراكشن يعني، وعندك اي تفصيله بتسال عليها وعايز حابب تعرف عن اي تفاصيل، انا حاضر. واحنا بنشير معلومات ما بيننا وبين زمايلنا اللي معانا في الجروب. واتمنى انه يكون عند حسن ظن حضراتكم، وان احنا نقدم ماده علميه مفيده الناس كلها تستفيد منها. و انا فاتح المجال تاني، يا ريت الكل يشغل زميله واصدقائه. ممكن الاي اف سي هل تصدير لي؟ ممكن. طيب باشمهندس سمير، انت اصلا بعد ما بتخلص الدروينج، يعني مثلا لو جيت على ايزومتريك ده، تعالى نفتح المشروع بتاعنا. البرنامج بيعمل لك كنترول كامل على الاي اف سي دروينج، وبيقفل التعديلات في اي لوحه او ايزومتريك. يعني على سبيل المثال انا شغال في الديزاين والكونستراكشن شغال معايا في نفس التوقيت، فانت صرفت الخط للكونستراكشن انه يبدا يشتغل عليه، فانا عايز اقفل الخط ده انه ما يتعملش فيه اي تعديلات. يعني مثلا ايه، انا اللي صرفته او زميلي اللي صرفه، وات ايفر بقى مين اللي صرفه، هو اتصرف خلاص للكونستراكشن، وانا مش عايز اي حد يعمل عليه اي تعديلات. البرنامج بيديك خصائص ان انت لو عملت الخط ده تقدر تعمل. باشمهندس السلام عليكم. اتفضل يا فندم. بستأذن، انا قصدي الفورمات اي اف سي، يعني اصدر ال 3 دي موديل للاي اف سي الاكستنشن. امتداد اي اف سي ده برنامج اللي مشغله بشوف. عشان اشوف في فيور، بدل ما اشوفه في النوفيس وركس اشوفه في فيور فري اخر. هو بين، هي الاكستنشن هذه مشهوره في البيم، يعني من ريفيت وباقي السوفت ويرز يتبادلوا ال 3 دي موديل بالاي اف سي اكستنشن. طيب انا هتاكدها لحضرتك فيها، انا عارف ان احنا بنفضل نفس وركس، وعارف ان انا ممكن اطلعه لك ملف دي دبليو جي مرسوم كامل 3 دي موديل زي ده، يبقى ملف دي دبليو جي عاد خالص، اي اوتوكاد اي اصدار من اول 2004 لغايه دلوقتي بيشغله. لكن الاي اف سي انا هتاكد لك من المعلومه دي، او اكيد لها طريقه، يعني انا الحقيقه ما اعرفهاش حاليا، لكن هتاكد لك منها. لكن انا اعرف ان احنا بنصدر النافذ ورك، وبنصدر النافذ مانج، والنافذ مانج بيطلع الامتدادات دي كلها. تمام شكرا باشمهندس. انا تحت امرك يا باشا. في اي اسئله يا باشمهندس؟ لو سمحت يا باشمهندس، هو انا حضرت المره اللي فاتت بس انا ما نزليش كود، يعني انا اسمي مش موجود في حضور المره اللي فاتت وما نزليش كود، فلما باجي اعمل الحضور بتاع المره دي بيطلب مني كود. هم الشباب كتبوا على الجروب ان حضرتك ممكن تسجل النهارده بالواتساب، والمره الجايه هيبعت لك الجروب. المهندس احمد كان بيقول كده. تمام اوكي. المهندس روبان رد على حضرتك وبيقول لك المهندس احمد هيتابع مع حضرتك. بس حضرتك النهارده لما يطلب منك الكود حط مكان رقم الواتساب بتاع حضرتك، والمره الجايه ان شاء الله هيحضر حضرتك. تمام ماشي. أي حاجة تانية حضرتك؟ شكرا لحضرتك جدا.
شكرا يا باشمهندس، الله يرحمه. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نشتغل على الاكيوبمنت شباب باشمهندسين. الاول هنبدا نتاكد من الشباب انه محدش عنده مشاكل في الشغل الاستراكشر اللي احنا عملناه، واللي عنده اي حاجه يا ريت يا ريت يا حضرات قول. والمره الجايه ان شاء الله هنبدا نشتغل على الاكيوبمنت، هنتعلم ازاي نعمل الفيزلز والتنكات، وهنبدا من الصفر ان شاء الله، هعلمك فيها ان شاء الله. شكرا يا باشمهندسين، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.